طيب الشابتر بتاع النهارده شابتر جدا اوكي من ناحيتين، اولا التوبك بتاعه حاجه ظريفه معظم الناس بتبقى انترست فيها اللي هو الوايرلس والواي فاي، وثانيا مش عارف الامتحان يعني ما كانش طبعا الامتحان الاكاديمي، انا اكيد عارف الامتحان الاكاديمي، انا بتكلم عن الامتحان بتاع سيسكو ده رفيق ما بيبقاش فيه ولا سؤال على يعني الوايرلس بالنسبه لنا خالص. لكن بالنسبه ل بالنسبه لنا هنا في الاكاديمي سيسكو حاطه يعني عشان خاطر انت ما ينفعش تبقى راجل سي سي ان اي وما تعرفش اي حاجه عن الوايرلس تمام. اوكي نقطه بسيطه قبل ما نكمل، حد هنا اتصالات؟ هندسه اتصالات؟ بمعنى ايه؟ الكلاس هنا الشابتر دوت هيقعد يتكلم على حاجات ليها علاقه بمثلا الترددات، يعني ازاي الاشاره الوارز بتتوزع، ازاي بتتبعت. طيب احنا كناس بتوع نتورك انجينيرز مالناش دعوه حقيقه بازاي ده بيحصل زي الناس بتوع كوميونيكيشن، تمام؟ ليه؟ لان انا ماليش علاقه بالتردد كذا وان التردد دوت بيتبعت بطريقه كذا، وايه الفرق ما بين الطريقه دي في اكتر من طريقه ان احنا نبعت التردد والتشانلز والتوزيع بتاعها. انا اللي يهمني اللي اعرفه دوت، مش معنى كده مش هعرف اعمل حاجه خالص، بس يهمني اللي اعرفه دوت البيزكس اللي تخليني اقدر اترابل شوت دوت، اوكي؟ لكن تاني احنا مش مهندسين اتصالات، احنا مهندسين ايه؟ شبكات، تمام؟ فدي لازم تحطها في دماغك واحنا ايه بنتكلم في الشرط. لو لقيت في حاجه انت شايف انها غلط فانا بقول له اوكي، انا بتكلم احنا مش هنخش بعمق ولا هنخش بالتفاصيل، لو حد حضر معايا يمكن ازاي الكهرباء كانت بتشتغل على الكابل النحاس لما كان ده في كمبيوتر 1 خالص، كان نفس الكلام اللي قلت لكم ساعتها، انا ماليش دعوه بشرط الكهرباء اللي هي بتمشي كذا والموجات كذا، ده مش قصتي خالص. تمام؟ طيب تعال نشوف، وطبعا بنبتدي بدايه خالص انتروداكشن تو وايرلس، وبيقول ليه؟ يعني احنا عايزين وايرلس ده ليه؟ مش محتاجين ليه بس انا حطيت كذا فيديو يوتيوب الحقيقه هنا في البتاع دوت في الكريكلم في الشرط ده مليان فيديوهات يعني، واول فيديو بيتكلم على الموباليتي، احنا عايزين السبورت، الموباليتي معناها القدره على الحركه، هو ده فايده الاساسيه بتاعت الوايرلس، انت معاك ديفايس والديفايس ممكن يكون لابتوب زي ما انتم عارفين دلوقتي، تابلت اللي هو يعتبر او تليفون يعتبر ميني كمبيوتر بتاعنا، فاقدر اعمل فيه اللي انا ايه اللي انا عايزه ان انا بقدر اتحرك بيه ايه وايرلس. طبعا ده اللي بقى له مميزات كتير بالنسبه للشغل والبزنس، ما بنتكلمش على حاجه شخصيه، بنتكلم على ناحيه الايه البزنس. اوكي؟ فهتلاقي بعض المميزات دي بالك بالصور بيحاول يقول لك يعني ايه ناس قاعده بتشتغل، ناس ميتنج وبعدين بيشتغلوا، ناس قاعده بت وات ايفر بت هاف فن، طبعا كميه ديفايسز وايرلس موجوده عندنا، البيت عندكم ازاي انت اكيد مغطيه كله بوايرلس دلوقتي، طبعا انتوا عارفين الكلام ده حتى هنا الراوتر اللي بتاخده من شركه النت. الحقيقه علينا في الشابتر ده ازاي نعمل له كونفجريشن، او على الاقل مثال واحد ازاي نعمل له كونفجريشن. الراوتر ده بيبقى راوتر وسويتش واكسس بوينت، يعني بيبقى فيه ايه واي فاي، وده الطريقه الاساسيه اللي معظمنا بيستخدمها عشان خاطر فيه هذا الكلام. يعني انا شخصيا في البيت ما عنديش ولا ديفايس وايرد، حتى الديسك توب بتاعي جبت له وايرلس ادابتر يعني واي فاي ميتر بس اللي هي بتبقى يو اس بي وشغل واي فاي، هو موجود في حته ما الراوتر وبيوزع للشقه كلها. لو شقه طبعا كبيره اكيد عارفين ان في حاجه اسمها الوايرلس رينج اكستندر او يزود المسافه اللي هي مساحه التخطيط. نيجي للوايرلس تكنولوجي، لان الشابتر ده بيركز على واحده بس في الحقيقه اللي هي مين؟ الواي فاي. يعني بعد السلايد دي مش هنجيب سيره حاجه غير الواي فاي، بس الحقيقه الوايرلس بيقول لك بيبقى حاجات كتيره جدا. الاول من ناحيه التقسيمه الكبيره بيقول لك في ثلاث تقسيمات، الدبليو بان، الدبليو لان، والدبليو وان. طب الدبليو لان واضحه اللي هي الوايرلس لان هي الواي فاي في الحقيقه. الدبليو وان اوكي هتقول الوان احنا عارفينها، بس قصده هنا ايه؟ وايرلس وان، تمام؟ زي الوان بتشتغل على طريق وايرلس دي شغاله يعني جامد جدا، لان كل شركات الاتصالات بتاعتنا فودافون والاتصالات واورنج دلوقتي كلهم بيعملوا كده، تمام؟ ان انت عايز توصل في بعد ببعض مش دي وان، مش بنعمل حاجه اسمها خط ربط مثلا، وموجود خط ربط لغايه دلوقتي طبعا وشغال كويس جدا، بس نفس الوقت اللي شغال برضه كويس جدا انك توصل الوان عن طريق اللي هو المايكروويف اللي هو شبكات المحلول، تمام؟ طيب مين بقى ديت؟ دي اللي انا كنت بقول اللي هي البان، مين البان؟ اتصال بيرسونال اريا نتورك، وده هنا بيعبر عن حاجه صغيره جدا بيرسونال يعني شخصيه، فبنتكلم في مسافه قليله جدا بامطار محدوده جدا من المسافه او يعني عده اقدام زي ما بيقولوا في القياسات بتاعت امريكا، وده هو البلوتوث اشهر حاجه، وفي حاجه ثانيه ممكن تكون عندك في الموبايل بتاعك تكنولوجي اسمها واي فاي دايركت، تمام؟ في حاجه ثانيه هتشوفها برضو اسمها بنسميها الاد هوك، دي تكنولوجيز اللي هي حاجه صغيره جدا مساحه التخطيط بتاعتها صغيره جدا. في بعضهم في واي فاي؟ في بعضهم في واي فاي زي الواي فاي دايركت اللي هو في حاجه استبدل البلوتوث،
طبعا انتوا اكيد كلنا عارفين البلوتوث وجربناه من زمان في الموبايلات، بس يعني لما تفكر فيه دلوقتي بتستخدمه في ايه؟ اللي هو لسه طبعا موجود في الموبايل، بتستخدمه اساسي بتاع ايه؟ بنكتب العربيه بتاع العربيه عشان تعمل ايه؟ مكالمات. مكالمات اللي هو ترد على الموبايل بتاعتك، تسمع منه حاجه اللي هي يعني حاجه اساسيه اللي هو يبقى جهاز يعني مالتي ميديا، سماعات ويستقبل اوديو وتبعت اوديو. لكن حته انك تستخدمه زي ما كنا بنستخدمه زمان جدا لتبعت داتا، يعني كنا بنشير الصور عن طريق البلوتوث، طبعا شغل لو جربت تعملها دلوقتي هتتشال، لان انت عندك البدائل كتيره جدا، يعني اصلا ابسط حاجه ناس ولا بدائل ولا حاجه تحطها على واتساب ولا فيسبوك ولا تتبعت على النت، هو يجيبها من على النت او انتوا الاثنين عاملين بعض. اوكي بس يعني في طرق زي الواي فاي دايركت، تمام، لو سبورتد على تو موبايلز بتاعكم ده بيعمل كونكشن واي فاي دايركت ممكن الاثنين، ملوش دعوه بالوايرلس اللي انت مش بتخش على شبكه تمام اسمها كذا اللي انت داخل عليها في المكان ده كده، بيعمل كونكشن دايركت ما بين التو ديفايسز بتوعك، او كونكشن مثلا وايرلس برضه بس مش علاقه بالواي فاي اللي هو اللي اسمه الان اف سي، تمام، اللي هو التو ديفايسز يتاتشوا تمام في حته معينه وغالبا الباك، يعني الباك بتاع كل ديفايس يتاتش الثاني وتقدر تبعت ديتا على طول. فاذا دي اللي هي البيرسونال نتورك. طب التقسيم بقى اللي هو علاقه ازاي بيشتغلوا ده البلوتوث، طبعا جايب لك بقى الستاندرد بتاعه ال 2.15 كل حاجه عندنا تقريبا هي طبعا اي تشوبلي، مفيش بقى حاجه ثانيه يعني يمكن في كم هيئه ثانيه داخله زي الاي تشوبلي لكن اساسي الاي تشوبلي. بيقول لك في كذا فيرجن بالبلوتوث، السبيد الماكسيموم بتاعه، المسافات اللي يقدر يغطيها، تمام، زي ما قلنا وير نوت انتريستد. البرود باند، مين البرود باند؟ كلنا بنستخدمه داي تو داي دلوقتي، اللي احنا بنخش بيه على الانترنت من الموبايل، كان بيبتدي بسكند جنريشن، ثيرد جنريشن، دلوقتي في ال 4 جي المفروض المفروض ربنا يسهل بقى في شهر 10 يقولوا وطبعا بره اوريدي بيديفلوبوا 5 جي دلوقتي. الاي تي يو بتقول، ودي الهيئه المسؤوله عن الستاندرد زي اسمها الاي تي يو، بتقول ان هم قبل 2020 ان شاء الله هيبقى عندهم الستاندرد بتاع ال 5 جي. اوكي فايزا يعني ده طبعا حاجه مهمه جدا. عندنا ستلايت، وده طبعا يعني بيستخدم الطبق بتاعنا العادي جدا عشان خاطر يكونكت، وطبعا بيعمل مسافات بعيده جدا وناس كتيره بتستخدمه في الحقيقه، بس في دول معينه اللي ممكن ما يكونش فيها الانفراستراكشر او البنيه التحتيه اللي تغطي الكيبلز او اللي هو 3 جي مثلا، زي مشهور جدا فين ده في ليبيا، يعني عايز اقول لكم تقريبا يعني 90% من الناس في ليبيا بيخشوا على النت عن طريق ستلايت. تمام، السعودية في أماكن كتير، السعودية عندهم في أجزاء بنية تحتية بس في أماكن تانية كتيرة ما فيهاش البنية التحتية، فتلاقي عندهم الستلايت، لأنه كل اللي محتاجه اللي هو إن زي الطبق بتاعك محتاج يجي توجه لأمر معين، أوكي، اللي أنت بتتفرج على التلفزيون هو نفس الطبق، وعندك نفس الطبق اللي عندك في البيت دوت تقدر تستخدمه وتخش بيه على النت، يعني كل اللي محتاج تجيبه تجيب كارتة تركبها في الكمبيوتر بتاعك، أو بلاش كارتة تجيب جهاز كده توصله الكمبيوتر بتاعك يو اس بي، ده الستلايت مودم اسمه أو دي في، اوكي، والجهاز دوت توصل بالطبق بتاع حضرتك فوق، ده بديل الديكودر يعني، وتقدر تخش بيه على الانترنت، بس مشكلته طبعا ايه؟ الاشتراك، انت لازم تشتري في حاجه وتدفع فلوس كتير، فلوس مش ايه؟ مش قليله يعني. طبعا واي فاي اي تريبل اي 2011 ده الاساس بتاعنا، ده ان شاء الله بقيه الشنطه كله، شنطه يعني في كلام كتير عليه، واخيرا الواي ماكس 802.16، وده كان المفروض الثوره الكبيره اللي هتستبدل يعني الموبايل وال 3 جي، وكان هيبقى افضل من 3 جي وحاجات كتيره جدا، يعني حتى اي ثينك ان هم لسه كاتبينه لغايه دلوقتي، اه يعني 4 جي هنا بيقول لك ايه؟ بيستخدم واي ماكس اور ال تي اي اللي هو لونج تيرم ايفولوشن. تمام، طبعا ده هو اللي كان كنترول بيتكلم عليه دلوقتي، ما حدش دلوقتي بيتكلم على الاي واي ماكس، يعني ممكن نقول هو موجود طبعا شغال في دول كثيره جدا، وفي مصر شغال واي ماكس في اماكن معينه يعني، لكن الفكره بتاعته ان هو مش حاجه اب يعني حاجه داون يعني بيتجه ان هو يختفي مش بيتجه ان هو يزدهر. طيب ده شويه دردشه على حاجات الوايرلس، تمام، تعالى نخش بقى في الوايرلس ده كله بيشتغل ازاي، بيشتغل على ترددات معينه، وهنا جايب لنا السبيكترم بتاع الترددات ديت اللي هي الريديو ويفز من اول فيري لو فريكونسي لغايه اكستريملي هاي فريكونسي، تمام، ويعني يمكن ما تعرفش دوت لكن لو بصيت انا بقى الريديو نافيجيشن سمري كوميونيكيشن مين ده، اه ابتديت اعرف ده عندنا الراديو بتاعنا، تمام، الراديو العادي برضه هنا الراديو شغال في مين تاني هنا شورت ويف راديو ده اللي هو يعني راديو بس مش العادي بتاعنا اللي هو يعني راديو الكوميونيكيشن اللي هو زي الوكي توكي والحاجات زي كده، مين تاني الفي اتش اف بقى اللي هو الاف ام برضه راديو اللي هو مشهور اكتر دلوقتي عند الناس، والفي اتش اف تلفزيون انتوا اكيد ما حضرتوش اللي هو نظام الاريا بتاع زمان ده، وعد الاريا يعني وحرك الاريا عشان القناه تتظبط ومفيش الكلام ده، يعني بس كنا بنشتغل على الفي اتش اف وعلى حاجه اسمها الفي اتش اف. نبتدي بقى بص شايفين فين هنا الوايرلس مان من اول الالترا هاي فريكونسي او الفي اتش اف، التردد بتاعها اول تردد دي او اللي هي كام تردد
او التردد بتشتغل عليه 2.4 جيجا هرتز. تمام؟ عندنا برضه الاس اتش اف برضه فيها وايرلس لاب بس شغال على 5 جيجا هرتز اللي هو السوبر هاي دوت. وطلع سبب فيهم هنا معاهم حاجات تانيه زي البلوتوث وفي تلفزيون سيلولار بروك باند ايه تاني مايكرويف اوفن الجي بي اس كله بيشتغلوا في اليو اتش اف. نفس الكلام هنا هتلاقي في واي فاي وهتلاقي في مايكرويف والساتلايت وفي تاني راديو بس استرومي اللي هو الفلك. واخيرا الاتش اف اخر حاجه وده اللي فيه اللي هو اصلا احدث حاجه موجوده اللي اسمها الواي جيج في الحقيقه اللي هو هتبقى 60 جيجا هرتز. فاذا يعني برضه لو انا هسريع عني الترددات ما تهمنيش كتير. ده بقى ايه مين؟ ده بقى نفوكس على ايه؟ السلايد دي كده ايه بالراحه كده اللي هي دي ايه يمكن اهم واحده محتاج تعرفها يعني. ايه هي دي؟ دي الستاندرد بتاعت الواي فاي المختلفه من ساعه ما اتعمل الواي فاي. اول ستاندرد عملته لايت تشيبل كان ايه؟ لايت تشيبل جديد عامل ايثرنت كان 802.3 تمام؟ عملت لها ستاندرد ثانيه كتير جدا 802.1 كيو مثلا اللي خدناها في الفي لانز والترانكس والكلام ده كله. فعملت لها 802.11 وزي ما شايفين كانت الماكسيموم سبيد بتاعه 2 ميجا بت بير سكند والفريكونسي بتاعته 2.4 جيجا هرتز. ده واضح كان اول ستاندرد حاجه قديمه جدا جدا. بعد كده نزل ستاندرد 802.11a اللي بقى دي ثابته معايا وقتها ثابته بس هو 11 محجوز ليه؟ للكلام ده بس 11a ده كان اول ستاندرد احسن بكتير. يعني بص النقطه هنا في ايه؟ بدل السرعه 2 ميجا هنشتغل سرعه كام؟ 54 ميجا. وبدل التردد 2.4 هرتز هنا محتاجين تردد على شويه اللي هو 5 جيجا هرتز. في نفس الوقت تقريبا يعني بعديها على طول نزل البي. يعني ايه والبي الفرق بينهم بسيط خالص. والبي هتلاحظ ان السرعه 11 ميجا بت بير سكند لكن السبيد 2.4 جيجا هرتز. طيب الاثنين دول كانوا موجودين في نفس الوقت. خلينا نجيب البان بتاعنا. الاثنين زي ما قلت لكم كانوا موجودين في نفس الوقت اللي هم الاي والبي والوقت طويل جدا قعدنا فتره طويله يعني سنين مفيش غير الاي والبي. بمعنى ان لو نازل اشتري ديفايسز دول تو اوبشنز. تعتقدوا مين فيهم اللي اشتغل اكتر واللي اشتغل اكتر؟ اللي سرعته 54 ميجا ولا سرعته 11 ميجا؟ بي 11 بي اللي هو 11. ازاي؟ سرعته اقل. الفكره كلها في التردد. ان ده بيشتغل على تردد 2.4 ده بيشتغل على تردد 5 جيجاهرتز. جيجاهرتز ايه الفرق؟ بسيط جدا. ده اغلى من ده. اي ديفايس هشتغل يبعت ويستغل على تردد 5 جيجا كان اغلى بكتير زمان لو كان الكلام ده زمان اول الحاجات دي نزلت تمام اصلا يعني اللي هو الواي فاي ده كان ماجيك بالنسبه لنا يعني. فكان اغلى بكتير من ان انت تعمل ايه ديفايسز 2.4. وطبعا الحاجه اللي بتنتشر هي اللي بتفوز حتى لو هي اقل في الجوده يعني اقل في الجوده في السرعه كانت 11 ميجا بت. بس طبعا انتوا ما شفتوش حاجه زي كده انتوا معظم ما حضرناش اصلا حاجه زي كده. اللي تبدا انت حضرته في حياتك يعني وانت طفل صغير كده كنت هتلاقي موجود ايه؟ الجي ال 802.11 جي ده ستاندرد بقى له يمكن مش عارف 15 سنه ولا كتير يعني موجود في العالم وده اشهر ستاندرد موجود في العالم. يعني لو قدر عدينا الديفايسز اللي موجوده في العالم ومتوصله هتلاقي ما زال في ديفايس كتير جدا ممكن 50% مثلا من الديفايسز لسه حتى الان بيتوصل بالجي. فالجي ده كان عمل ايه؟ قال لك بص ايه رايك لو خدنا السرعه الكبيره بتاعت الايه اللي هي 54 ميجا بس دايما نطبقها على التردد الصغير اللي هو رخيص اللي هو 2.48 جيجا هرتز. وده كان معناه ان هو باكورد كومباتبل مع جي بس مش باكورد كومباتبل مع ايه. تمام؟ بمعنى ايه الكلام الغريب ده؟ مهمه جدا حته الباكورد كومباتبل. لان انت الديفايسز اللي بتشتغل وايرلس ازاي؟ اللابتوب اللي حضرتك مثلا او موبايل بيتصل على ايه؟ الجهاز التاني؟ راوتر مش عايزين راوتر اللي جوه الراوتر الاكسس بورت تمام؟ الاي بي تمام؟ بنسميها الاي بي. فالاي بي بتاعتنا والايه؟ اللابتوب بتاعي. طيب لو انا عايز ابجريد النتورك بتاعتي لو انا بعمل حاجه انا غالبا ماليش علاقه بالاجهزه الديفايسز الوايرلس نفسها انا بابجريد او بعدل ايه الاكسس بوينت. فاذا انا عايز ازود سرعه انا كنت شغال اكسس بوينت بي رحت شلتها وجبت اكسس بوينت ايه جي واضح الفكره كده بقت سرعه اعلى. الديفايسز بقى اللي موجوده لازم ابقى عامل حسابي ان يبقى باك اب كومباتبل ولا الناس اللي عندي مش هجبرهم اقول لهم روحوا غيروا اللابتوبات بتاعتكم روحوا غيروا الموبايلات بتاعتكم عشان خاطر بدل ما تشتغل بي تشتغل ايه جي. فلازم يبقى الاكسس بوينت تقدر تشتغل بي وجي ان ذا سيم تايم. بس ده مش كويس. هو حاجه مطلوبه وموجوده وهو ده اللي بيحصل بس مش كويس. ليه؟ لان انت لما بتشتغل بي وجي اللي هو بنسميه ماكس مود، ماكس تبقى شغال الاثنين مع بعض بي وجي في نفس الوقت، ده بيخلي الشبكه كلها ابطا، يعني الاخر الناس بتوع بي دول بيبطئوا له. اوكي؟ لو كل الشبكه جي هيبقى الاداء افضل بكتير من نص الشبكه يبقى جي والنص الثاني يبقى ايه؟ يبقى بي. طيب اذا جي ده انتشر جدا وكان دي اللي ايه السبيد بتاعته ونقطه هنا على السبيد. السبيد ال 54 ميجا بت دي بصوا مكتوب فوق ايه؟ ماكسيموم سبيد. ايه الكلام ده؟ يعني هنا ما بنتكلمش على سبيد زي مثلا بتاعه الايثرنت. اوكي الايثرنت كستاندرد سبورت 10 ميجا 100 ميجا 1 جيجا. اوكي
ده دي السبيد بتاعتها ودي المفروض تمشي بيها، لكن هنا بيقول لك ماكسيموم سبيد. ايه القصه دي؟ مش لازم عشان في شبكه واي فاي ومش لازم عشان تكون شغاله جي يبقى هتشتغل بسرعه 54 متر، تمام؟ لا، امال ايه؟ لا، الموضوع بسيط خالص. اولا السرعه بتاعه الشبكه ديت لازم تبقى فاهم، هنتكلم على الحته دي بالتفصيل بس انا هنقولها من دلوقتي كمقدمه عنها. السرعه دي حضرتك بتشترك فيها مع كل الديفايسز اللي موجوده. ايه الكلام الغريب ده؟ كل الواي فاي يا جماعه شيرد ميديا. يعني ايه شيرد ميديا؟ زي بالظبط اللي شرحناه زمان اللي هو كان عباره عن كيبل كده وكنا بنسميه الباص والكابل الكوكس اللي كان بيتوصل بيه شويه اجهزه. فلما نقول هنا دلوقتي احنا قاعدين في الاوضه عندنا خمس ست اجهزه ديفايسز ويرلس وموصله بره الاكسس بوينت مثلا حطيتها معلقه هنا كده فوق، احنا الخمسه مشتركين في الباند ويرث اللي هو بيقول عليه دوت اللي هو مثلا لو حتى 54 ميجا. اوكي؟ فدي اول نقطه. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه معناها ان انا هنا كده اهو لو دي الاكسس بوينت ودي مساحه التغطيه بتاعتها، بنتكلم عن حته التغطيه ديت، اللابتوب هنا اللي جنب الاكسس بوينت لما يجي كونكت بيكونكت بسبيد مختلفه عن اللابتوب هنا اللي بعيد عن الاكسس بوينت. مش كلنا بنكونكت بالسيم سبيد. تمام؟ عامل زي اسمه ايه البار اللي موجود تحت، شايفين البار اللي موجود تحت هنا اللي موجود في الموبايل بتاعك اللي هو الباتس، انت عندك كام شرطه بتسميهم ولا بار وات ايفر اللي هو موجود ومليان الاشاره قوتها قد ايه؟ فقوه الاشاره بالك اوكي بس ليها علاقه بايه؟ بالسرعه. قوه الاشاره ليها علاقه بالايه؟ بالسرعه اللي انت هتكونكت بيها. اذا ده معناه ان النتورك في الحقيقه بتاعتنا بتبقى بطيئه جدا. يعني نتورك الجي اللي احنا الشعر اللي بتوصل 54 ميجا دي ما بتوصلش كده خالص. بس ده غالبا مش مشكله. ليه مش مشكله؟ ليه السرعه حتى لو بطيئه جدا ومتقسمه قسم ال 54 ميجا دول على 10 افراد؟ هو طبعا مش هتاخد يعني 54 تقسمها على 10 يطلع لك سرعه كل واحد، الموضوع مش كده. بس افترض ان هو كده يبقى كل واحد كانه واخد كام؟ 5 ميجا مثلا، تمام؟ ورغم كده اوكي ما فيش اي مشكله خالص ومحدش بيشتكي ان هو بطيء. ليه؟ السرعه مش عاليه كفايه ومش كلنا شغالين الباند ليست. يعني ايه السرعات مش عليك؟ السرعات ايه مش عليك؟ بالنسبه لنا احنا هنا في مصر مثلا انت اصلا سوق الكبت عندك كام؟ هو ده الفكره، هو انت جاي في النقطه بس انا هقولها بطريقه اخرى. ايه المواد الاخرى؟ انت بتعمل ايه بالواي فاي اصلا؟ انت داخل على الواي فاي تعمل ايه؟ يعني ما تخش الديفايس لابتوب او اي حاجه، تخش على الواي فاي تعمل ايه؟ اكسس انترنت صح؟ ولا داخل تعمل حاجه ثانيه؟ بتاكسس انترنت، هي دي الفكره كلها. انا داخل على الواي فاي معظم الوقت، معظم اليوزرز بتخش على الواي فاي عشان خاطر ياكسسوا الانترنت، تمام؟ لكن لو هتستخدم الواي فاي في الانترنال نتوركينج زي ما احنا بنستخدمه للنتورك العاديه بتاعتنا، بمعنى انا في شركه دي فيها 100 موظف قاعدين في مبنى، 50 موظف حتى بس قاعدين في مبنى، بدل ما كل واحد قاعد على جهاز كمبيوتر متوصل بكيبل متوصل بسويتشات والقصه دي كلها، قلبتهم كلهم واي فاي واكسس بوينتس. اليوزرز دول بيبعتوا داتا، الداتا دي عند السيرفرز بيرد عليهم، ده اللي قصدي بيه، نتورك شغاله وبهذا الشكل. ساعتها هتعاني جدا من ايه؟ من سرعه الواي فاي. ان هو مش هيبقى مفيش ولا مقارنه بين سرعته وبين سرعه الايه؟ الايثرنت ساعتها. لكن انت ما بتحسش انت اصلا كونكتد للانترنت، والانترنت بتاعتك الكونكشن بتاعها كام؟ تمام؟ فانت لما تيجي تكونكت وحتى لو عندنا ناس كتير ما بتفرقش وما بتحسش بيها ليه كتير. لكن زي ما قلت لو بتستخدمها في ان انت تعمل اكشولي حاجه مهمه، حاجه انك تعملها زي مثلا يعني انا اللي عارفين في القاعه الثانيه لما بوصل اللابتوب ببقيه الاجهزه وبشغل البرزنتيشن بدل ما على البروجيكتور زي هنا بيبعت البرزنتيشن الاجهزه كلها، فانا كنت بروح في لابز معينه عاملين اللاب بتاعهم كلهم لابتوبس بس سايبينها وايرلس، يعني هنا لابتوبس اه بس متوصله بايثرنت، وبعدين اوكي كلنا رايحين على الواي فاي وانا شغل عندي البرنامج اللي هو بيعمل الشغل دوت واقول له اعمل البرزنتيشن على مثلا 10 اجهزه الموجودين اللابتوبس دي. يعني عايز اقول لك لما اجي احرك الماوس هنا كده عقبال ما انا احركه هنا عقبال ما يظهر هو عندهم الماوس بس حركه كده عقبال ما يظهر على الاجهزه عندهم كان في ديلي او تاخير كذا ثانيه، يعني انا بشرح في حاجه وهم لسه مش موجود عندهم لسه في السلايد اللي قبليها او في الصفحه اللي قبليها لسه ايه ما انتقلش. ده بطيء جدا تحس بيها. طيب اذا الجي منتشر جدا لكن طبعا النهارده اي ثينك معظم الاجهزه اللي هتلاقوها معاكم هتلاقوها بيت سبورت ام معظم، يعني كانش ممكن 100% من الراوترز اللي عندنا في البيت اللي هي جواها جهاز اسمه الاكسس بوينت بيت سبورت مين؟ الام. طب ايه بيقول الام بعد الستاندرد بعد كده؟ بيقول لك اولا السرعه 600 ميجا بت بير سكند. اوكي تنساش دي الماكسيموم سبيد. وهنا بقى في نقطه ثانيه، انا اصلا لما بشتري الجهاز بتاعي اللي هو الموجود اللي بيشتغل الوايرلس ام دوت هتلاقي وانت بتشتريه موجود سرعات مختلفه مش 600. يعني تعالى اهو تيست بسيط جدا نخش كده اهو ونكتب اوكي اكسس بوينت بس كده اوكي على حظنا ايه اللي حصل؟ كان واي فاي ديسكونكتد وبالتالي بيقول زي نو انترنت كونكشن برضه
برضه ده طبعا من يعني العيوب الاساسيه في الواي فاي اللي هو مش ريلايبل. يعني لما تيجي تفكر فيها وهنتكلم على الحته دي في الحته بتاعت الدرون شوت ان شاء الله. لو انا بضرب شوت نتورك والنتورك دي وايرد تمام وعندي كيبل هيحصل ايه لو النتورك ما فيهاش اكسس او ما فيش انا مش عارف اخش على الانترنت زي ما انا عارف هنا هتلاقي واضح جدا تحت ان في اكس حبه هنا كده موجوده دي معناها ايه؟ كيبل فيه مشكله من هنا عندك النقطه بقى لما توصل للسويتش فيها مشكله الدنيا واضحه جدا لكن لما تيجي تشوفها بقى تحسبها بالواي فاي هتلاقي الترون شوت بتاعها مختلف خالص فاذا هنشتغل يعني بميثودولوجي ثانيه تماما غير الطريقه اللي احنا متعودين بيها يعني. كريت هوت سبوت ونخش عليها بدل ايه؟ او الهوت سبوت طبعا اللي انت بتعملها من على الموبايل بتاعك زي اللي انا بعملها دلوقتي عشان اخش منها هنا على الانترنت تمام؟ دي تعتبر البيرسونال اريا نتورك او اللي هي الوايرلس بتاعت اللي كان بيلعب دي مساحه تغطيه صغيره وبتغطي بس ايه جزء معين ايه. طيب هوبفولي ان هو اشتغل دلوقتي اوكي اشتغل وهنقول مثلا ايه برايس تمام وايدت طبعا جوجل على طول بيديتكت حاجات كتيره يقدر يخمن حضرتك ونروح على سوق دوت كوم مثلا تمام ويمكن هي اللينك بقى اللي دلوقتي على طول من غير ما اروح ابص هنا مكتوب ايه تي بي لاند مش عارف 150 ميجا بت بير سكند وايرلس ان اكس بوت اللينك اللي بعديها على طول ايه تي بي لينك 450 ميجا بت بير سكند وايرلس ان فاهمين الفكره؟ فاذا هو الستاندرد لان بيقول لك اه بيسبورت لغايه 600 بس انا اكشولي انا بشتري الديفايس بتاعي بيقول لك هو بيسبورت لغايه كام؟ الديفايس ده بيسبورت لغايه كام؟ في الحقيقه تلاقيهم مشهورين جدا ال 150 ميجا زي دي كده اهو ب 200 مش عارف بكام جنيه ولو بصيت تحت تلاقي اللي بعديها اهي تمام اغلى حاجه بسيطه دي بتسبورت كام؟ 300 ميجا بت بير سكند اللي بعديها اغلى بشويه كتير اللي هي كام؟ 450 ميجا بت بير سكند ملاحظين اللي عمال يحصل في الانتنز ولا ما لاحظتوش؟ تمام هنا اللي فاتت اللي هي اول واحده تمام دي 1 انتنا اوكي الثانيه دي ايه اللي حصل؟ 2 انتنا ودي اللي هي سرعه 450 ميجا بقت كام؟ 3 انتنا ده له حق له فرق الحقيقه لان هي بتشتغل تكنولوجي اللي هي اسمها ميمو او مايمو حسب اللي تحب تطبعها مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت وبتحتاج مالتيبل انتناز عشان توصل للايه؟ للسبيدز العاليه بتاعتها فطبعا دي يعني ايه اعلى واحده ما عندوش حاجه ثانيه في اعلى في الحقيقه اللي هي بتسبورت لغايه كام؟ لغايه 600 ميجا بت بير سكند اللي هو بيقول عليها بس انا مش شايف حاجات يعني اعلى واحده موجوده هنا تقريبا هي ديت اللي هي 420 ايه 450 سوري وعلى طول او اول حد بيشتكي ايه ادسن تمام فاذا الستاندرد اللي هي موجوده عندنا بس لازم تبقى عارف ان هو جواه اكتر من سبيد موجوده حسب اللي انت ايه هتشتريه ومحتاجه وتلاحظ بقى حاجه غريبه الستاندرد ايه من اول مره تلاقيه بيقول لك ايه والله انا بشتغل كده وبشتغل كده بشتغل 2.4 جيجا هرتز واقدر اشتغل ايه 5 جيجا هرتز طب الافضل ايه؟ الافضل بالنسبه لنا دايما 5 جيجا هرتز. الافضل بالنسبه لنا ان 2.4 جيجا هرتز زحمه جدا. يعني ايه زحمه؟ انت بتتكلم في نقطه او جزء معين في ترددات معينه 2.4 جيجا هرتز احنا واخدين منها زي ما تشوفها دلوقتي حاجه اسمها ترويت او شانلز وبالتالي معظم شبكات الواي فاي شغاله في التردد دوت اللي هو 2.4 وبالتالي لو فتحت هنا الموبايل بتاعك بصيت على النتورك واي فاي هتلاقي 4 5 نتورك واي فاي. وهتلاقي معظمهم شغال على ايه؟ 2.4 لكن لو دورنا على الحاجات اللي شغاله في 5 جيجا هتلاقيهم اقل بكتير وبالتالي ابعد عن الزحمه فاهمين؟ لو انا اقدر اشتغل 5 جيجا ابعد عن الزحمه، ده معناه ان لازم الديفايس بتاعك اللي بيخش بيسبورت كده والاكسس بوينت نفسها بتسبورت كده انها تشتغل 5 جيجا والديفايس بتاعك المفروض ان الاجهزه بتاعتنا كلها بتسبورت كده بس طبعا في السبيسيفيكيشنز يعني تيجي تخش في اي بتاع دوت مثلا قول ايفون اوكي 5S بس حاجة قديمة شوية اوكي سبيسيفيكيشنز أول حاجة زي كده جي اس ام ارينا أو جي اس ام ارينا وده هتلاقي في جدول كده موجود وفي سبيسيفيكيشنز كلها فأي ثينك إن هما في كونكتيفيتي هنلاقيها في جافا كوميونيكيشن اوكي بص شايف دي بيقول لك أنا سبورت 802.11 اي بي جي ان دوال باند شايف بقى الدوال باند دي هي تقول لك أنا بشتغل 100 2.4 واشتغل ايه؟ الخمسه. مش محتاج كونفجر حاجه على طول لا 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 هو هو نفسه مش كونفجر حاجه، الديفايسز كلها بتاعتنا سواء اللابتوبز والحاجات ديت معموله بحيث ان هي يكون الموضوع ابسط ما يمكن بحيث ان اليوزر مش محتاج يعرف اي حاجه غير انا بقوله، انت بتعرف ايه اليوزر اللي هو يعني ما يعرفش حاجه خالص في الكمبيوتر، الشبكه اسمها كذا والباسورد بتاعتها كذا، شكرا. مش محتاج يعرف اكتر. لكن ما فيش اوبشن انت كل حاجه بتشتغل اوتوماتيك. الاوبشنز كلها كونفجريشن بيبقى عند مين؟ الناحيه الثانيه من الاكسس بوينت او الايه؟ بالوايرلس.
فطبعا نفس الاكسس بوينت ديت لما تبص بقى في السبيسيفيكيشنز بتاعتها فين سبيسيفيكيشن برودكت انفورميشن هو ده بس كده برودكت انفورميشن والثانيه دي ما فيهاش معلومات اكتر شويه سبيسيفيكيشن سكريبشن بص دي مثلا مكتوبه ايه؟ شايفين؟ 2.4 مش عارف ايه 2.4 مش يعني شغاله فين 2.4 جيجا هرتز اذا دي ما فيهاش 5 جيجا هرتز اوكي اي ثينك برضه لو مكتوب عليها نفس الكلام اللي هي هتلاقي لو بصينا هتلاقي مكتوب دوال باند المفروض يعني فين وايرلس ان مودم سلاش راوت كونكشن وايرلس سلاش راوت هاز اكسس بوينتس 300 ميجا بت 3 جي سلاش 4 جي يعني الويب سايت اللي انا شفته طبعا مش سبيسيفيكلي معمول للحاجات ديت فممكن ما تلاقيش فيه الكلام دوت واضح شويه لكن هو المفروض يعني هو لما تخش على السبيكس بتاعت لو تقطع موقع يعني زي امازون مثلا او نيو ايك او حاجه زي كده مش موقع مصري هتلاقي السبسكريبشن ساعتها تبقى واضحه فيها على طول الايه المواصفات هنا موجوده اهو بيقول لك ان هي ايه 2.4 لو كتبنا اوكي اكسس بوينتس دول شوف اللي هيطلع. دول باند، شايفين بقى ابتدى يطلع ايه؟ وايرلس اكسس بوينت، شايف السعر النط ازاي؟ اوكي؟ دي ايه؟ دول باند، فلو فتحناها كده، طبعا لينك سيس مش تيجي لينك، هتلاقي برضه دوت ايه اشتغل على طول، في اول جزء تلاقي موجود ايه؟ 2.4 و 5 جيجا هرتز. من السيتنجز بقى ومن الاوبشنز بتاعتها نفسها تقدر تكونفيجر ايه الكلام ده كله. واضح؟ فاذا الحته دي مهمه جدا ان احنا عايزين نبعد دايما عن 2.4 لو امكن في البيت عندك انت تحت تحكمك. الشركه او في الكافيه او في وطيبه طبعا مش تحت تحكمك بس عايزين نبعد عن 2.4 ونشتغل في 5 جيجا برضه مش كده تمام 2.4 في ديفايس كتير جدا فيها انترفيرنس جاي اصلا بالواي فاي يعني ايه 2.4 ده اصلا مش محجوز للواي فاي 2.4 جيجا هرتز دوت اتفقوا دول العالم كلها كانت اجتمعوا مره كده اجتماع كبير وفي الهيئه اللي اسمها الاي تي يو كنت بقول لها من شويه بتاعت ال 5 جي ديت وقالوا يا جماعه هنحجز باند معينه محدش له دعوه بيها ما يبيعهاش ما يحجزهاش لحاجه يعني ايه الكلام الغريب ده وعلى مصر هنا دلوقتي عند الترددات بتاعت الراديو انا اللي بتحكم فيها الحكومه اللي بتحكم فيها قنوات الراديو مين ما ينفعش انت تتابع راديو صح نفس الكلام بالنسبه لقنوات التلفزيون نفس الكلام بالنسبه لمحمود هو فاكرين رخصه ثالثه اتصالات لما جت ودفعت مش عارف 13 مليار جنيه ولا كام وات ايفر المبلغ اللي دفعته كانت ليه عشان بتاخد ترددات محجوزه ليه فاذا الترددات دي تعتبر يعني ملك الحكومه نيابه عن الشعب والكلام ده كله وهي بتاجرها او بتبيعها لحد في مقابل مادي فقالوا يا جماعه محدش يبيع ابدا في اي دوله 2.4 جيجا هرتز دي انتنة مفتوحة لأي ديفايس مش للواي فاي. فمعنى كده إيه؟ عارفين اللعبة الأطفال اللي بتشتغل الوايرلس بتشتغل على 2.4 جيجا هرتز. المايكروويف اللي عندك في البيت بتيجي تسخن بيه ده بيشتغل على 2.4 جيجا هرتز تمام؟ وهكذا. فإذا 2.4 وال 5 جيجا الاثنين محجوزين اللي هو المفروض محدش يبيعهم ولا حد يجي ناحيتهم بس معظم الأجهزة اللي بقول لك عليها الصغيرة دي بتشتغل 2.4 ليه؟ لأنه برضه ما زال أرخص. يعني ما زال 2.4 أرخص من إنك تعمله من إنك تشتغل إيه؟ ال 5 جيجا. فممكن تفكر ان الان دي حل يعني ايه وصل كده جميل لو قدرت تشتغل ان بيور اللي هي ان هنا بيور بمعنى كل الديفايس بتاعتك ان وقدرت تشتغل ان 5 جيجا هرتز هتلاقي ان ده افضل بكثير جدا في الايه وايرلس نتورك بتاعك. بعد كده الستاندرد اللي نزل واللي موجود طبعا دلوقتي اللي هو الاي سي تمام ودوت لو لاحظت فيه حرف الايه رجعنا لحاجه زي هنا ده شغال ايه؟ ده 5 جيجا هرتز بس تمام؟ وبالتالي باكورد كومباتبل لا مش باكورد كومباتبل لك ايه يا ام يعني اللي هو دوت انا اي سي ايه طبعا ده مش هتحصل جهاز ايه ده في مبحث يعني لكن ممكن تبقى كومباتبل مع ام ممكن تبقى كومباتبل مع ام لو دول باند تمام عشان هيشتغل معايا 5 جيجا هرتز وده بيقدر يوصل سبيد 1.3 جيجا بير سكند طبعا ده موجود عندنا فبرضه لو كتبنا اوكي اكسس بوينت تاني اي سي اوكي طبعا ده اسعار اعلى شويه ده اي سي نتاكد ان هو مش مجرد الموديل نيم بتاعه في سبورت 811 اي سي طيب السبيد بتاعت حضرتك كام؟ نشوف لو في السبيسيفيكيشنز بيوصل لغايه سبيد كام؟ سبورت اي سي تكنولوجيز هاي سبيد اوكي ديفايسز اب تو 1200 شايفه بس 1200 دي بيقول لك اب تو ايش يعني اوكي 1.2 هنقول 1.2 او يعني بتوصل للايه للجيجا بايت بس طبعا الريل يعني اكشواليتي لما تجربها مش بتبقى يعني السبيد كده خالص اوكي دوت بعد بي جي وان ولا حاجه ثانيه خالص ما لكش بيوري اكسس بوينت ولا شغله فبناخد نظره عامه موجود الاي سي بتنزل في اي مول كمبيوتر هتلاقي الاكسس بوينت بتاعته الراوتر بتاعته اللي بتسبورت الاي سي طبعا على الديفايس باك في انه ايفون ال5 اس في سبورت الاي سي لا
يعترفوش سبورت ليس. فيعني لو عملنا سيرش على الايفون الاحدث 7 هنقول 6 اس مثلا تمام، وننزل في الكونكتيفيتي في الكوميونيكيشن ظهرت ولا لا؟ لا. فلازم تبقى عامل حسابك في ده وانت بتفكر في ايه؟ في الكوميونيكيشن ماركس. اخيرا بقى لسه اخيرا الاي دي، وده لسه جدا يعني اللي هو ممكن في شركتين ثلاثه نزلوا كام ديفايس كده، بس لسه الموضوع جديد جدا جدا، اسمه الاي دي، وده اكسبكتد ان هو يوصل ل 7 جيجا بت بير سكند، وده بيشتغل على 2.4 على 5 جيجا وعلى 60 جيجا هرتز. 60 جيجا مش متصور دي حاجه يعني صعبه قد ايه 60 جيجا هرتز هي اللي هتتعمل، ورغم كده الديفايس بتاعهم سبورت كده. مش بس كده، بس 60 جيجا هرتز هو بيشتغل في لاين اوف سايت، يعني انا هنا والاكسس بوينت هنا حوالينا في اي حته في الاوضه اللي احنا فيها دي، طول ما انا هنا وتوصل الاكسس بوينت ديت اقدر اشتغل 60 جيجا هرتز واقدر اشتغل بسرعات عاليه جدا. اول ما اطلع او انزل تحت مثلا كده، انزل في الدور اللي تحت انا كده مفيش لاين اوف سايت، وفي بند حيطه او سقف او الارض او وات ايفر، ما ينفعش اشتغل 60. تمام؟ امال ايه؟ هترجع تشتغل 5 او 2 و 4 و 10، مش كده هو بيسبورت الثلاثه. فاهمين القصه؟ فبيقدر ينقل ما بين ايه؟ الترددات الثلاثه دول، وده بيخليه يوصل لسبيدز عاليه جدا، وده اللي بيسموه هو الجي اي اف واي او جيج فاي يعني او واي جيج. هذا اسم زي الواي فاي بس واي جيج، عشان احنا هنوصل لجيجز والكلام ده كله. طيب شفنا كده، دي كانت اهم سلايدز اقول لكم يعني لو طلعت بحاجه من الشابتر دوت اللي هي تفهم الستاندرز دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. بعد كده بيقول لك يعني الواي فاي سيرتيفيكيشن ايه الكلام ده؟ انا اعرف منين بعض منين الجهاز ده، زي مثلا دلوقتي على الايفون رحت سيرش وحاجات زي كده هو بيقول كذا، بس انا بشتري ديفايس اي ديفايس اعرف منين هذا الكلام. ففي طبعا حاجه اسمها الواي فاي سيرتيفيكيشن وكذا هيئه ماسكين الستاندرد، بيقول لك الاي تي يو الاي تريبل اي، بس اشهر واحد هو الواي فاي الاينس اللي بتلاقي اللوجو بتاع الوقت، يمكن كلنا شفنا اللوجو ده في حته او في اخرى، وبيبقى معناه ان انت واي فاي سيرتيفايد، بتلاقي فيه كولمز زي ما انتم شايفين كده بالالوان، واللي موجود لو مثلا موجود جي يو ان بس مش موجود الاي او بي يبقى انا بسبورت جي يو ان. فاهمين القصه؟ في طبعا ستاندرز ثانيه مختلفه شويه غير اللي هو مجرد واي فاي شانل، في حاجه مثلا اسمها الواي فاي بروتكتد سيت اب او دبليو بي اس، وده واضح من اسمه خاصيه خاصه بالسكيورتي، دي حاجه سيئه جدا جدا. تمام؟ هنعرف ساعه الحته بتاع السكيورتي. في دايركت واي فاي اللي قلنا عليه من شويه اللي هو تقدر تو ديفايسز يتكلموا بعض. في ايه تاني؟ ده الواي فاي دايركت فيديو عليه. ده الواي فاي حاجه اسمها الباس بوينت، دي بتتكلم عن السكيورتي بتاعت الهوت سبوت. تمام؟ لما تيجي تتوصل الهوت سبوت. في تكنولوجي كمان اسمها ميراكاست، ودي اللي هو لو التلفزيون بتاعك بيسبورتها مثلا تقدر تلعب فيديو ستريم فيديو، يعني انت بتتفرج على حاجه لما بتتفرج عليها على الموبايل بتتفرج عليها على ايه؟ كل الفيديوهات دي اللي فيها الميراكاست دي حاجات السامسونج والال جي والحاجات دي كلها، كل دي تكنولوجيز تبع الواي فاي يعني ستاندرد، حاجه كده زي دبليو ام ام واي فاي مالتي ميديا مش عارف واي فاي مالتي ميديا باور سيف، في تكنولوجيز كتيره جدا بس احنا مش بنهتم بيها. بتقول لك لما تلاقي اللوجوز ديت فيها رموز تقدر ترجع وتعرف الرموز ديت بتاعتك. كلام بقى تكنيكال يخصنا احنا بما ان احنا ناس بتوع شبكات ودرسنا اللي من فتره طويله جدا منذ البدايه ولغايه يعني دلوقتي، وعامل جدول مقارنه بين الدبليو لان الوايرلس لان وبين الايثرنت لان. اول حاجه في الفيزيكال لير احنا هنا متعودين نستخدم كيبل تمام، واللي هو نحاس ويمشي فيه شرط كهرباء، او كيبل فايبر ويمشي فيه شرط الضوء. هنا بقى بنستخدم ايه؟ الراديو فريكونسي طبعا مفيش كابلات خالص. الميديا اكسس هنا بنستخدم حاجه اسمها كوليجن ديتكشن، فاكرين سيزما سي دي عشان خاطر ما نخبطش في بعض. هنا بنستخدم حاجه اسمها كوليجن افويدنت اللي هو اصلا المفروض ما نخبطش في بعض اساسا، مش هنا اللي بيتكت يعني هنا بيعرف ان احنا خبطنا في بعض فبيقللوا شويه، لكن هنا لا احنا مش عايزين نخبط في بعض اساسا، ودي مشكله كبيره وهنتكلم عنها في سلايدين ولا حاجه هنشوفهم بالتفصيل ايه اللي بيحصل. سيزما سي اي كوليجن افويدنت. بعد كده الافيلابيلتي هنا عشان ابقى متاح اتوصل بالشبكه دي، وهنا طبعا الميزه الكبيره للوايرلس لان انت لازم يبقى عندك كيبل كونكشن، لازم كابل بوينت في الحيطه او في نقطه في مكان عشان خاطر تتوصل بيها. قال هنا اني ون ويز راديو نت يعني وايرلس كاب نت ورك ان رينج اوف الاكسس بوينت، اكون بس في النطاق بتاع الاكسس بوينت هقدر ايه اتوصل. وده ميزه وعيب، ميزه اللي هو بيسهل للناس اللي هم الليجيتمت يوزرز اللي المفروض عايزين يخشوا على الواي فاي نت ورك، الناس اللي المفروض يخشوا يعني الموظفين مثلا اللي عايزين ان هم يخشوا، نفس الوقت عيب لان هو اي حد تمام حتى لو مش جوه وزاره الشركه بتاعتي اساسا ممكن يستغل ان هو يقلط شرط الواي فاي بتاعتي بطريقه او باخرى. نتكلم بره الجزء ده في السكيورتي. في سيجنال انترفيرنس طبعا هنا انكونسيكونشال، يعني حتى لو في اشارات وموجات وعايز كده ما بتاثرش في الايثرنت لان بدرجه او باخرى، لكن هنا طبعا اساسي زي ما قلنا الانترفيرنس مشكله كبيره جدا جدا بالنسبه لنا في الواي فاي. طبعا الرينج التغطيه بتاع الواي فاي اللي هو بيقول عليه دوت اللي انا رسمته كدايره من شويه على السبوره هو مش دايره، هو في الحقيقه معظم الوقت بيبقى كور هي الدايره اكيد مش 2D. ده بيبقى موجود
بطريقه او باخرى ان الاكس بوينت موجوده مثلا عندنا بتاع هنا كده دوت اوكي نقطه كده مثلا ده وبيطلع كده تصور كده يعني اوكي ان هو بيطلع منها حاجه زي كده كانه نافوره او شفت نافوره بتبقى طالعه ازاي اوكي فدي مساحه التغطيه بتاعتها فالنافوره ديت لو طلعت كده بتكون ايه كوره تمام فدي بتبقى التغطيه عشان كده دايما ليه بتلاقي الاكسس بوينتس لما بتخش في اي مكان بزنس تلاقيها موجوده فوق كده تمام دايما تعلقها في الحيطه فوق تمام ليه ما بيحطهاش هنا بس كده تحطها جنب كده او هيحطها ما ينفعش تحط اكسس بوينت كده على الترابيزه جنب هتشتغل فكره بس مش هو ده المفروض ومش هو ده الصح لانك فكر فيها لو هي كده ولا الدنيا بتاعها كده التغطيه بتاعتها بتبدا من هنا كده صح فاذا انا كده مضيع جزء كبير من التغطيه على الفاضي وبغطي اللي تحت يعني مش بغطيني انا بعد كده انا عليها فوق على قد ما بقدر لو قدرت توصل رمى للسقف حتى مفيش مشكله بالنسبه لك. طبعا يعني في الحقيقه ساينس او علم كامل اللي هو اسمه الوايرلس سيرفي اللي هو بيقول لك يعني ازاي تحط الاكس بوينت وفين تحط الاكس بوينت في الحقيقه في كورس مخصوص في سي سي ام بي وايرلس مش سي سي ام اي وايرلس سي سي ام بي وايرلس اللي هو اسمه الوايرلس سيرفي ازاي تعمل الحاجه دي الموضوع معقد كبير لكن هنا بالنسبه لنا نتكلم على الانترفيرنس وعلى التغطيه بتاعتنا الكوره اللي بقول لك عليها ديت مساحتها مش ثابته يا جماعه يعني ايه؟ يعني لو قياس الاكسس بوينتس اللي بتاعتنا دي انا كده لو بصيت على اي واحده وانت بتشتريها واتكلم على مساحه التغطيه في اي نقطه هتلاقي برضه بيقول لك اب تو كذا انا بكفر اب تو كذا اب تو كذا يعني ده لو مذاكرها اصلا يعني انا بغطي مساحه 5 متر انا بغطي 50 متر وات ايفر الرقم يعني بس اب تو كذا ليه؟ لانه اكشولي ما يقدرش يبيع لك اكسس بوينت يقول لك دي هتغطي مساحه كذا مضمونه مفيش حاجه اسمها كده لان هي بتختلف تماما التغطيه بتاعتها من مكان لاخر ومن ظرف لاخر يعني التغطيه في السيت غير الشركه التغطيه الحقيقه الصبح ممكن تختلف عن بالليل التغطيه في مكان تختلف عن مكان اخر يعني المكان اللي افتكره دايما لما بشرح الموضوع ده في مؤسسه حكوميه ما وكنا بنحاول ننستول نتورك يعني وكان عندهم كل المكاتب والدواليب بتاعتهم اللي فيها الورق بتاعهم المكاتب الورق عليها كلها حديد يعني لسبب ما معرفش في ايه بس ادارات حكوميه كتير جدا الدواليب اللي فيها الورق بدل ما الدواليب خشب عادي زي ما احنا متعودين او حتى او ميتال او وات ايفر حاجه معينه لا اكشولي حديد كل الدواليب كلها حديد المكاتب بتاعتهم كلها حديد تمام وعايزين واي فاي انسى طبعا لان الحديد دوت الاشاره بتاعت الواي فاي مش زيه زي الحيطه بتاعتنا هنا مش زيه زي الخشب بمعنى كل حاجه ماده عندنا بتختلف التفاعل معاها والاشاره بتاعتها هتعدي ازاي حسب ايه الحواجز اللي موجوده ما بينها طبعا كان بيعمل مشاكل يعني كبيره جدا ساعتها عشان خاطر الدنيا حواليك كلها حديد فالاشاره ما كانتش بتوصل لدرجه كويسه ابدا فاذا دي نقطه لازم تعرفها كويس جدا زي ما قلنا لو انت بتغطي مكان معين ايه الاشارات اللي موجوده ايه الحاجات اللي موجوده ايه الاكسس بوينتس اللي موجوده يعني مثلا نروح على اي مول كبير المولات الكبيره وافتح الواي فاي بتاعك كده في وسط المول وشوف ايه اللي هيظهر تمام شوف التجربه بتاعتك وانت شغال ساعتها لو بتخش على اي واي فاي نتورك من النتوركس اللي موجوده هتبقى عامله ازاي هتلاقي كميه واي فاي نتوركس ممكن يطلع لك لسته فيها 20 30 شبكه وانت واقف في حته واحده وده زي ما هنشوف مستحيل عليه ان هو يحصل بشكل كويس بسبب تداخل الاشارات في بعض. اخر حاجه ريجيليشن يعني مين اللي بيحكم هنا ريجيليشن؟ طبعا ايسا نتلاقي ان الاي تربل اي هي اللي بتحدد هنا بقى بيقول لك لا في اديشنال ريجيليشن باي كونتري لان في ترددات فاللي زي ما قلنا الدول بتتدخل في الموضوع وعشان كده حاولنا نحجز ال 2.4 جيجا هرتز والاي وال 5 جيجا هرتز. طيب تعال يعني نراجع على الكلام اللي هو لو قلناه كده نشوف هنحاول نعرفه ولا لا بيقول لك distance transmissions of up to 100 meters مين في دول بيقدر يغطي الواي تقريبا 100 متر يعني بلوتوث ولا الواي فاي ولا الواي اكس ولا السيلولر برود باند ولا الساتلايت برود باند واي ماكس واي فاي مين واي فاي يوصل 100 متر واي ماكس 100 متر بلوتوث بلوتوث يوصل 100 متر ما هو في منه ثلاثة مودز وفي ثلاثة فيرجنز تمام في منه الاستراب بتوصل 100 متر تمام ما شفتهاش انت يعني انت ما شفتهاش وما سمعتش عنها بس مش متاح خالص يعني مش هتبين طيب تاني نقطة بتقول ايه؟ هتحلها ولا هتقعدوا تبصوا لبعض في الموبايلات؟ provides broadband access to remote sites using a directional satellite dish يعني هو حل هنا طبعا يعني مش 802.11 ولا هو مين؟ الواي فاي موبايل broadband using cellular يبقى اللي هو cellular برضه هنلاقيها لك 816 ده مين؟ الواي ماكس 15 بلوتوث 16 الواي ماكس مين تاني؟ clear line of sight required مين في دول محتاج line of sight؟ لا واي فاي واي فاي line of sight لا line of sight يعني لازم يبقوا في ما بينك وما بين البتاع line of sight مش عارف line of sight عندنا واحد غلط لا مش واحد
بس عشان لسه ما كملناش. لا كويس صدق مش انت ينفع تحط الطبعه هنا كده في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ ينفع؟ مش هيعمل ضايع شويه. هو لازم اشتراك اشترك مع حكومه صح؟ اشترك مع ايه؟ طلعش ده عشان شركات. كل الشركات اللي هي بتاعت الدش الكبيره عندهم شركات تبعهم يعني مثلا اللي هم بتوع اسمهم ايه؟ او اس ان عندهم كانوا زمان اللي هي مش عارف لسه موجودين ولا خلاص بقوا تبع شركه ثانيه. الناس دي كلها عندهم غير في شركات بقى متخصصه بتاعت اي حد؟ اي حد عادي خالص تمام مش اي مشكله. اشترك ممكن تتصل بالتليفون دلوقتي وفي خلال دقائق دقائق تكون مشترك مفيش اي حاجه خالص بس المشكله هتدفع كتير. ديستانس ترانسميشن اوف مين اللي بيوصل لغايه 300 متر؟ على الواي البلوتوث ولا الواي الواي فاي يوصل 300 متر؟ الواي فاي يوصل اي حاجه هو هو اعلى شويه بس برضه ده بتحلم بيه يعني 300 متر ايه؟ يعني ما فيش الكلام بس انا بقول الستاندرد فمين بيوصل مين لا الستاندرد يعني ممكن في الصحراء ولا حاجه لما يجي في الصحراء ونقيسه هيطلع يوصل حاجه زي كده 2 جي 3 جي 4 جي اكيد ده الايه؟ السيلولر اللي يوصل لغايه 1 جيجا بت بير سكند مين؟ دول بعتقد يوصل 1 جيجا بت بير سكند الواي فاي واي ماكس واي ماكس الواي فاي لغايه 7 جيجا دلوقتي الستاندرد المفروض يعني سبورت سبيد اب تو 24 ميجا بت بير سكند ده مين؟ بلوتوث بلوتوث واي فاي 15 ده اللي هو مين ولا بلوتوث لا بلوتوث واي فاي 11 ترانزميشن ديستنس اب تو 30 مايلز بيوصل لغايه 50 كيلو ده مين بتاع تاكل ده 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 اوكي لسه في كذا اكتيفيتي ثانيه هنا جاي بيعمل ماكسيمم سبيد وفريكونسي تمام. طب خلينا نعمل الثلاثه المهمين يعني اللي هو الجي والام والسي اساسا دول موجودين دلوقتي مش هنعملهم كلهم. الجي حد فاكر ان الماكسيمم سبيد بتاعته كام؟ 11 ميجا ولا 2 ميجا ولا 7 جيجا مثلا ولا 1.3 جيجا الجي الجي كان 54 54 كان اصغر ده ادب واحد اللي هو زي ما قلنا زي ما قلنا دلوقتي الان بيقدر يوصل لغايه كام؟ 1 جيجا لا كل ده نحو 600 الاي سي هو اللي ايه؟ 1.5 تمام. الترددات بقى الجي كان شغال تردد كام؟ 2.4 بس الان اضاف لنا حاجه جديده اللي هو ايه 2.4 و5 صح كده والاي سي 2.4 و5 ولا مش اساس التالت رد لا 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 كان شغال لا ثلاثه ده اخر واحد 5 كان شغال 5 تمام ده لو عليه 5 بس وين لو سبورت عندك هيبقى افضل حاجه. طيب ايه تاني هنا؟ اوكي هنا بنتكلم على الريدي فريكونسيز تاني. طيب انا بس حاليا مش محتاجينها ريدي فريكونسيز بقى ريدي فريكونسيز مش عايزين انا ده على ما يهمنيش انك تعرف البرود باند شغال في 2.4 ولا في 5 ولا في الاي في ال 60 جيجا هرتز ولا الساتلايت شغال في اي واحد من دول دول ما يهمنيش انا يهمني الترددات بتاع الاي والبي والجي والان اللي قلنا عليه. طيب مين في دول بقى لان ومين الوايرلس لان؟ طيب تعالى نشوف ريدي فريكونسي يبقى ده مين لان ولا وايرلس لان؟ اكيد وايرلس لان ريدي فريكونسي صح. كوليجن افويدنس مين فيهم؟ لان ولا وايرلس لان؟ وايرلس كيبلز ار يوز اكيد لا بيتر سكيورتي من السكيورتي بتاعته افضل اكيد لا اديشنال لوز اند ريجيليشنز باي ابلاي ممكن يبقى في قوانين اضافيه وقوانين وكده اكيد هو عايز تاني سيجنال انترفيرنس از نورمالي نوت ا بروبلم ما هوش مشكله عندي انترفيرنس غالبا ديت لا كوليجن ديتكشن برضه لا ديفايس موبيلتي الحركه اكيد دي هو عايز كل حاجه كده فكده خلصنا سيكشن شويه كلام داش نظري عن ايه الموضوع. نقدر نخش بقى كلام تكنيكال اكتر شويه. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ الشقه كله دردشه يعني ما بتحطش قد ايه حاجه للمذاكره يعني. الوايرلس نت هو الجهاز اللي انا بحتاجه عشان خاطر اتوصل بالايه؟ بالنتورك الوايرلس وده ممكن يكون بشكل كده كارته مثلا تركبها جوه الكمبيوتر بس دي نادره قوي ما حد بيستخدمها. دلوقتي معظم كله بيستخدم ايه؟ اليو اس بي ديفايس زي دوت كده. طبعا في اجهزه بتبقى اوريدي جوه هي زي اللابتوبز والموبايلز والتابلتس بيبقى فيها ايه؟ الحاجه بتاعتها. لاحظ ان انا بحتاج ايه غالبا؟ ايه دوت؟ انتنه تمام؟ انتنه يبقى موجوده عشان خاطر ابعت بيه استقبل بيه. طب فين الانتنه مثلا في الموبايل بتاع حضرتك في اللابتوب هنا؟ شايفين فيها انتنه طالع ولا حد حضر الانتنه؟ امبيدد بقى امبيدد مثلا بيكون في حوالين الشاشه هي موجوده في كذا مكان لازم مثلا اللابتوبز معظم اللابتوبز تلاقيها في ظهر الشاشه
اوكي وبتلف كذا لفه كده بحيث ان هي تبقى طويله وهي بتبقى قوي جدا. انت دايما لو جربت حتى المقارنه بالموبايل بتاعك نفس الجهازين مع بعض الموبايل واللابتوب بيتصور نفس الشبكه بتوصل بايه بدرجه اقوى ودرجه اعلى. تمام اوكي. بعد كده الجهاز الثاني اللي انا بحتاجه هو غالبا في البيت بيبقى اسمه ايه؟ الوايرلس هوم راوتر. ده الجهاز اللي عندنا كلنا في البيت وساعات ممكن في السمول بيزنس كمان. وده جهاز اللي هو ايه 7 في 1 زي ما كنت بقول لكم زمان مالتي فانكشن ديفايس. هو هنا بيقول لك هو اكسس بوينت هو سويتش غالبا بيبقى فيه 4 فتحات تمام. هو ده مثلا بتاع التليفون اللي بيطلعه وكمان بيبقى راوتر بيوصلني من ايه شبكه ثانيه اللي هي الانترنت. زي ما قلنا عندنا في مصر هنا كمان بيبقى في دي اس ال موديل تمام. عندنا كمان بيبقى شويه حاجات سوفت وير جوه زي ان هو فاير وول زي ان هو بيعمل نت تمام زي ان هو بيعمل دي اتش تي بي سيرفر. حاجات كتيره في الحقيقه موجوده جوه حته البتاع دي الصغير دوت اللي عندنا في البيت. بس دول هنا الثلاثه الاساسيين كنتورك ديفايسز ان هو مجمع ثلاثه في واحد. وده الرابع بتاعهم يعني زي ما قلت في امريكا اكتر ان الراوتر ما بيبقاش جوه الدي اس ال موديل او الكيبل موديل بيبقى بره. بس يعني احنا عندنا ده هو بيبقى جوه هنا لان هو الاختيار ايه رقم واحد بالنسبه لنا مفيش اختيارات ثانيه كتير. لكن نيجي بقى للبزنس. مش هو ده السوليوشن بتاع البزنس. البزنس غالبا الا لو سمول بزنس قوي ما بيجيبش راوتر دوت وهو ده بيعتمد عليه عشان يغطي الواي فاي. بزنس مثلا مش كبير يقول لك مثلا مكان واخد دورين ولا حاجه مش مكان كبير قوي ولا حاجه فعايز يغطي الدورين دول واي فاي فاذا هتغطيه ازاي؟ مكان البنك يعني اي فرع بنك مثلا صغير مش فرع كبير ممكن تلاقيه واخد دورين كده حاجه صغيره ومش مساحه كبيره وعايز يغطيه كله واي فاي. بنعمل ايه؟ بنشتغل بقى بوايرلس اكسس بوينتس ولازم تبقى متوصله بالسويتشات بتاعتنا تمام؟ بالانفراستراكشر ده بنسميه الانفراستراكشر اللي هو البنيه التحتيه بتاعتنا. يبقى الاكسس بوينت دي بيطلع منها كابل يوصل بنت عادي جدا وتتوصل بالشبكه بتاعتنا. الشبكه سهله زي دي كده سويتشين ولا اوتيفر الشبكه ديت مش مشكله. طبعا سيسكو بتعمل لك دعايه حاطه لك الايه؟ الاكسس بوينتس بتاعتها بالايه؟ بالموديل نمبرز بتاعتهم. بس لا البيزنس وايرلس سوليوشن هو فيري سمبل بالنسبه لنا. الديفايسز اللي هي الاكسس بوينتس بتحتاجها بتوصلها بالسويتشات. الناس بعد كده بيخشوا اللي هي اللابتوبز او ديفر بيكونكتوا على الاكسس بوينت وبالتالي يقدروا زيهم زي يعني تو لابتوبز دول زيهم زي البي سيز دي في الاخر. نفس الريسورس نفس السيرفرات نفس الراوتر نفس الانترنت نفس كل حاجه. طب الاكسس بوينت نفسها دي بقى في منها تو تايبس. اول واحده ودي انت عارفها وشفتها اللي هي اللي موجوده عندك في الراوتر في البيت برضه اسمها الاوتونوس اكسس بوينت. يعني ايه اوتونوس؟ يعني مكتفيه بذاتها. وده واحدة اللي هي مش محتاجة حاجة تانية عشان تشتغل. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يمكن تفهمها لما تشوف التانية اللي هي اسمها كنترولر بيزد اكسس بوينت. ودي بتقول لك أنا كاكسس بوينت ما بشتغلش لوحدي محتاج جهاز تاني أو حاجة تانية اسمها كنترولر متحكم يتحكم فيا. ايه الكلام الغريب ده؟ تعال نشوف دي الأول. دي عندك في البيت لو عندك اكسس بوينت أو عندك راوتر. مين اللي شغال هنا؟ الاكسس بوينت نفسها هي اللي شغاله عليها اوبريتنج سيستم او فيرم وير. انت بتخش بتكونفجر الاكسس بوينت نفسها سواء كانت راوتر او اكسس بوينت لوحدها ليها كونفجريشن ليها سيت اب بتسيف الكونفجريشن دوت هي نفسها جواها العقل المفكر والحاجه بتاعتها موجوده. اما الثانيه اللي هي دي بنسميها كنترولر بيزد اكسس بوينت او اسم ثاني مفضل هو لايت ويت اكسس بوينت يعني وزن خفيف. لايت ويت يعني وزن خفيف او كنترولر بيزد تقول لك لا انا بالنسبه لي كاكسس بوينت انا ما عنديش عقل مفكر ولا اي حاجه من الحاجات ديت. انا بقدر ابعت واستقبل الداتا وبكونكت الناس عليا والكلام ده كله بس انا ما عنديش كونفجريشن. انا ما عنديش كونفجريشن. الكونفجريشن كله بيجي من مين؟ من الوايرلس لاين كنترولر. يبقى اذا لو انا عايز اكونفجر الاكسس بوينت دي اي حاجه فيها السكيورتي بتاعتها الاسم بتاعها التشانل التردد الجي ال ام وات ايفر مش بخش على اكسس بوينت عشان اعملها كونفجريشن. بخش على مين؟ على كنترولر. وده لو فكرت فيه السولوشن المنطقي جدا لاي مكان. مثلا انا موجود في مكان دلوقتي حوالي عندهم 6 ادوار ومغطيين ال 6 ادوار دول ب 15 اكسس بوينت. طب انا ازاي اكونفجر 15 اكسس بوينت؟ يعني عشان اخش على كل اكسس بوينت واعمل لها نفس الكونفجريشن واكسس بوينت ثاني نفس الكونفجريشن تمام مش منطقي. وده مكان صغير 6 ادوار ده مش مكان مش كبير يعني مش حاجه كبيره. فاذا الحل ايه؟ 15 اكسس بوينت دول كلهم بياخدوا الكونفجريشن بتاعهم بيجي لهم الكونفجريشن بتاعهم من جهاز او سوفت وير مش لازم يكون جهاز اساسي سوفت وير بتنزله على الكمبيوتر عادي جدا اسمه الوايرلس لاين كنترولر او دبليو لاين كنترولر. بخش هنا اقول له اوكي اعمل لي كونفجريشن الفلاني كذا يبعته هو لل 10 15 20 اكسس بوينت بتاعتك كلهم يستقبلوا هذا الكونفجريشن. واضح القصه؟ فاذا اللايت ويت دي هنا مشهوره جدا جدا. لو نزلت في بيزنس ولا اي حته هتلاقي غالبا اللايت ويت او اللاير كنترولر بيز دي هنا موجوده. نادرا ما هتلاقي اللي هي الايه؟ الاوتونومس دي غير في سيستمز اللي هي محتاجه اكسس بوينتس قليله جدا. لكن هنا لو الاكسس بوينتس عندها كبير هتلاقي على طول ايه كنترولر بيز. انا لما اروح اشتري
من سيسكو مثلا، هتلاقي فيه الاوتونومس موجوده تشتريها لوحدها، هتلاقي فيه اللايت ويت اللي هي الكنترولر بيز دي موجوده تشتريها لوحدها، وهتلاقي كمان فيه لغه تشتري يقدر يشتغل كده او كده. يعني لو فاكر هو كونفيجر ممكن تشتغل كاوتونومس وتشتغل كامل، او ممكن تشغله هو ياخد ايه لايت ويت. فطبعا الاسعار بتختلف والحاجات بتختلف حسب انت احتياجاتك. واضح القصه؟ يبقى ده الايه؟ ده البيزنس بتاعنا. طبعا الكنترولر دوت نفسه لو الشبكه بقى بتاعتك كبيره قوي ممكن تبقى في كذا كنترولر بيتحكم في مجموعه اكس بوينتس. يعني بنتكلم شبكه ضخمه مثلا زي الشبكات اللي كانت سيسكو عاملاها في اسمها ايه ديت في الاولمبيكس اللي لسه خالصه تمام. فمثلا بتغطي ستاد اوكي، فانا لا انا عندي 100 اكسس بوينت. طيب 100 اكسس بوينت دول بيتوصلوا كنترولر واحد؟ لا، ممكن كل 20 25 كنترولر كده بقى عندي فيه اربعه كنترولر. الاربعه كنترولر دول بيبقى لهم جهاز كمان او سوفت وير ثاني بيتحكم فيه اسمه دبليو دي اس الوايرلس ديستريبيوشن سيستم تمام. يعني بيبقوا زي نظام شجري كده عشان خاطر التحكم يبقى ايه اظهر. فزي ما قلنا عندنا طبعا يعني ايه قصه كبيره في هذا الموضوع، لكن مش هنخش فيها، احنا مش سوليوشن انتربرايز خالص في الشابتر دوت، بندردش فيه لكن مش هنخش فيه. ده سي سي ليه وارز بقى وايه وعليك خير لو درست في يوم من ادي بعض الاكسس بوينتس الاوتونوس الموديلات المختلفه من عند سيسكو اوكي. بيقول لك مثلا بعض الاوتونوس دي كونفجر يوزنج جي اي، ما فيهاش سي ال اي لكن دي فيها جي اي او جوي وفيها سي ال اي تمام. دي باور يوزنج كهرباء عاديه او كيو اي تمام. دي هنا برضه باور يوزنج كهرباء عاديه او كيو اي. طبعا احنا كده سيبت كيو قبل كده الكلام ده عنده باور اوفر ايثريت، دي حاجه اساسيه بالنسبه للاكسس بوينت. الاكسس بوينتس اللي متعلقه في السقف دي مش محتاج توصل لها كابل كهرباء وكابل ايثريت، لا وصل لها كابل ايثريت بس. الكابل ايثريت ده هو نفسه اللي فيه ايه؟ الكهرباء اللي هي محتاجاها عشان خاطر تشتغل. يبقى انت ريحت دماغك. طبعا يعني تقريبا 100% من الاكسس بوينتس لازم يكون سبورتد للكيو اي. مش عايز حد برضه كاميرات كاميرات كتيرة جدا دلوقتي، التليفونات، الأجهزة بتاعت البصمة، في الأجهزة اللي هي بتاعت البصمة بتاعت الدخول وبتاع دوت، الحاجات اللي هي كلها سكيورتي المراقبة، أي حاجة فيها سنسورز، حاجات كتيرة جدا، أجهزة كتيرة جدا دلوقتي. لو أنت كده كده هتوصلها بالشبكة بتبقى فيها موديول أو حاجة بتسبورت اللي هو البي يو إي دوت، وبالتالي توصلها كهرباء على الجهاز دوت. طب هما ده بيبقى من خلال الأربع كابلات التانيين اللي بيبقى سمعت مش بنستخدمهم ولا من نفس الكابلات اللي بنستخدمهم؟ لا، من الثمان كابلات عادي ممكن تستخدمهم. مش من الاربع كابلات التانيين، في كذا ستاندرد اللي هو بي او اي، في كذا فيرجن، في بي او اي، في بي او اي بلس، في الستاندرد بتاع سيسكو، في الستاندرد اللي هو بتاع كل الناس، يعني في قصه برضه. لو دخلت ودوست في البي او اي اكتب بس كده على ويكيبيديا بي او اي وهتشوف ما شاء الله كلام كتير جدا جدا. فالطريقه اللي بتلعب بيها الكهرباء كتير زي ما قلنا سيسكو مثلا عايز اسمها لاين باور. الطريقه طبعا اف ده انا وصلت جهاز مش عايز كهرباء، يعني وصلت اللابتوب بتاعي فاتحه، طب هياخد كهرباء؟ طب اعرف ليه لو عايز كهرباء؟ طب اعرف ليه لو عايز كهرباء قد ايه؟ هو اللي بياخدوا تليفون زي اللي بياخدوا الكاميرا زي اللي بياخدوا جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر فاكرين اللي كانت سيرت زمان خالص لما كنتوا شفتكم يمكن اول مره في اول محاضره ولا حاجه اسمها الكلاود، وعرفنا ان في اجهزه بعد كده وموجوده دلوقتي حاليا اللي هي بنسميها ثينك لاين اللي هو جهاز كمبيوتر عباره عن شاشه كمبيوتر قد كده بالظبط قد الايد موجود وراها، وانت بتوصل كيبورد وماوس وايثابيت في الكمبيوتر دوت، والبروسيسور اللي جواه عايز اقول لك انه يعني اضعف من اللي موجود في الموبايل بتاعك 100 مره يعني. طب ما فين الكمبيوتر؟ فين الويندوز؟ وفين الهارد ديسك؟ وفين الاباك؟ ولا في الكلام ده كله خالص، كله ده فين؟ في الكلاود، في الداتا سنتر عندي، الحاجات دي كلها موجوده. فالكمبيوترز الصغيره دي دلوقتي لو معاك حاجه سويتش اللي هو فيه بي او اي بلس، مش بي او اي بقى، بي او اي بلس، يقدر يوصل كهرباء حتى الكمبيوتر زي ده، اذا مش بس كاميرا ولا تليفون ولا حاجه زي كده. اذا الفولتج ريكوايرد هنا او الباور يعني الريكوايرد عندي الكارنت هيختلف من جهاز لجهاز، زي ما في قصه كبيره، انت عايز تقرا في هذا الموضوع ازاي بيقدروا يعرفوا ويظبطوا الكلام ده. اوكي؟ ما تنساش ان انت بتتكلم على اربع اطراف، الجيجا بت ايثرنت بتشتغل بثمان اطراف، يعني لو انا شغال بقى جيجا طب انا عايز باور وعايز جيجا، فلا هو كده كده لازم يستخدمه بطريقه ثانيه خالص بترددات مختلفه. اوكي؟ طيب دول اللي هو الاوتونوموس، بعد الاوتونوموس هتلاقي جايب لك هنا الاوتونوموس دول لو عندك حبه صغيرين بينهم ممكن توصلهم مع بعض بحاجه اسمها كلاستر. فاهم؟ كلاستر كان بيفور بتوين تو اي بيز او مور في الحقيقه. بايه الكلاستر دوت؟ ده وسيله مبسطه للقصه اللي انا قلتها لكم من شويه ان انت عندك اكسس بوينتس كتير وعايز تقرا، بس هنا بيقول لك يعني عندك 2 3 4 تمام؟ وبالظبط كويس احنا لسه شاحنين المره اللي فاتت الستاك، فاكرين الستاك؟ اللي هي سويتشات سيسكو اللي بيتوصلوا فوق بعض كده ويرتبطوا ببعض لغايه تديروا كسويتش واحد، هي نفس الفكره بس هنا بدل ما اسمها ستاك عشان هم مش هيتوصلوا فوق بعض في الحقيقه تمام؟ هيرسموا بايه؟ بص الرسمه هنا كلاستر. هنا معايا كلاستر متوصلين بهنا مثلا مانج بي او اي سويتش، ده سويتش بتاع سيسكو ولا حاجه في بي او اي، ومتوصل بيه 1 2 3 وات ايفر كذا اكسس بوينت موجوده ببعض، ممكن اضمهم مع بعض في كلاستر، وده معنى ايه؟ انك هتكونفيجر واحده بس، هتكونفيجر واحده منهم بس، هو الكونفيجر بيشتغل على الجميع.
تمام؟ برضه نفس الفكره بتاعت ان انت لازم سويتشات، يعني في سويتش واحد الاساسي هو الماستر، هنا برضه يبقى في واحد اللي هو الماستر، وعشان خاطر الكلاستر بيقول لك طبعا لازم اول كلاسترنج مود ده يبقى انيبل، الاي بيز دول المفروض يكون عندهم نفس الكلاستر نيم، وبعد كده لازم يبقوا متوصلين بنفس السويتش مش بعاد عن بعض، ولازم يكونوا شغالين بنفس المود، يعني ما ينفعش واحد يبقى جي واحد هي اللي في الحقيقه عندنا حاجه ظريفه جدا سيسكو عاملها من زمان. بص ده اي بي 5410 اللي هي هنا في دي في الموديل ده، لو دوست على لينك لي هيطلع لك صفحه كان انت اشتريت اكسس بوينت وداخل على الصفحه بتاعتها دي جي اي بتاعتها اللي حضرتك بتعمل لها كونفيجريشن، ده ايميوليتور دي سيسكو عاملاه عشان تتدرب وتقدر تشوف ايه الخواص بتاعتك والحاجات كلها. بص هنا مثلا حاجه موجوده ايه؟ كلاستر. اوكي؟ بعد ابص عليه واشوف بقى اوكي كلاستر في اثنين اكسس بوينت موجودين دلوقتي، اقدر اسيب الكلاسترنج اللي انا عايز بس هو حاليا انيبل، اقدر اشوف السيشن شانل مانجمنت، لو تقدر تشوف بقى هنا الجزء مثلا بتاع الواي سكوش كونفيجر، اه طب انا البلد بتاعتي ايه؟ طب انا الستاندرد بتاعي ايه؟ يعني الفكره ان انا عايز اشتغل 5 جيجا ام اقول له ابلاي. طبعا مش هيعمل حاجه بقى ما فيش اكسس بوينت بجد بس ده لو انت عندك فعلا اكسس بوينت بتاعت سيسكو هتلاقيها موجوده هنا كده بهذا الشكل. هو ده سايت ظريف يعني. الكلاستر ده يعني بيكت كانه واحد اكسس كانهم واحد اكسسندرزين بالذات، لا مش اكسسندر كانهم يعني موجودين كلهم بس انت بتمانج واحد بس موجودين وكل واحد عنده عقل وكل حاجه دول دكتور بس تمام. هو انا لو مشيت من ده ورحت عند ده بيقوم لا مالهاش دعوه، دي اصلا حاجه موجوده في كل الاكسس بوينتس هنتكلم عنها اسمها رومينج تمام، دي مالهاش علاقه بالموضوع، فهي مالهاش علاقه هو في كلاستر ولا مش كلاستر ولا كنترولر ولا مش كنترولر. طب ليه يا كلاستر ما استفدتش؟ المانجمنت انت بالنسبه لك اسهل بدل ما هتسيب الاربعه انك تخش الكونفجر الاربعه كونفجر واحد بس، ده معمول للمانجمنت بس. هو التاني بيبقى متوصل برضه في كيبل للسويتش؟ كلهم لازم يتوصلوا كيبلز. ما ينفعش اتنين يتكلموا مع بعض كده؟ ينفع طبعا انك تعمل كده بس ده اللي هو اكستندد، ده مش الاكسس بوينت بجد عشان خاطر تشتغل بجد مش لازم تكون متوصله بالايثرنت نتورك تمام؟ انت طلع ده اللي هو ياخد شويه واي فاي وبعدين يمدها يطولها بعد كده، ده اللي بنسميه رينج اكستندد او مجرد بيبات تمام؟ فده مود تاني خالص يعني الاكسس بوينت بتقدر تشغل كذا مود. انا ممكن اجيب اكسس بوينت وشغلها كده كاكستندر بس ده مش اكسس بوينت بجد، عشان تبقى اكسس بوينت بجد وتشتغل معايا كل اللي انا محتاجه لازم تبقى متوصله ببوينت موجود عندنا كابل. لارج وايرلس ديبلويمنت سولوشن، وبعدين اللارج وايرلس ديبلويمنت سولوشن عندنا طريقتين، الطريقه الاوليه والله اللي هي بتاعت الكنترولر هجيبها في السلايد الجايه، بس هو هنا حابب سيسكو يعرفك بحاجه ثانيه برضه شغل مبيعات شويه وهي ميراكي. ايه ميراكي دي؟ دي شركه كانت واعده جدا، وطبعا لما تبقى شركه واعده راحت ايه اللي حصل؟ سيسكو اشتريتها بقى اسمها سيسكو ميراكي، والشركه بتعمل سولوشنز سويتشات واكسس بوينتس وحاجات ثانيه كتير في النتورك، بس الفرق بينها وبين اي حاجات ثانيه او الفكره اللي هي كانت عاملاها انك تمانج الاجهزه دي عن طريق الكلاود. دي كلام غريب ده أول. يعني مثلا انا عندي شركه معينه وعندنا 50 فرع حول العالم وعايز تدير انت الاكسس بوينتس اللي في ال 50 فرع اللي حول العالم ازاي؟ يعني انا عايز اجيب الاكسس بوينتس اللي موجودين في ال 50 فرع واعمل فيهم سيتنجز معينه واعمل فيهم حاجات معينه، مش منطقي وصعب جدا ان انت تطبقه باي طريقه من الطرق اللي احنا قلناها، يعني لو ترابس ولا لايت ويت ولا اي حاجه، لا هنا تقدر تعمل، لان الاكسس بوينتس دي كلها بتكونكت على زي السيرفر بتاع الراكي او الداتا سنتر بتاع الراكي، انا بخش على الويب سايت بتاع الراكي نفسه يعني مثلا ميراكي دوت كوم تمام، او جاي داخل بيوزر نيم وباسورد زي حاجه زي كده اللوجن بتاعي، واخش الاقي الاكسس بوينتس بتاعتي، اخش الاقي السويتشات بتاعتي، وادينها واغير في الكونفجريشن بتاعها لان هم كلهم كونكتد في الاخر ايه؟ للكلاود. يبقى اذا انا بقدر اظبط الكونفجريشن مش بقى كنترولر مش كلاستر مش الحاجه ديت، لا من الكلاود يعني من اي مكان في العالم اقدر اخش وامانج واظبط الكونفجريشن ده. طبعا سولوشن ظريف جدا، يبقى حاجه زي كده بتخش كده الميراكي كلاود كنترولر ده اللي هو كلاود بيس سيرفيس تخش عليه وبيقول لك في منه كاشا فيرجن ومش عارف تخش تظبط الحاجه بتاعتك من الديفايسز نفسها كلاود مانج وايرلس اكسس بوينتس كلاود مانج وايرلس اكسس بوينتس كذا موديل موجود. وبالتالي كانت ثوره ساعتها حاجه كبيره في الحقيقه في الموضوع انك تقدر تضيف فعلا الاجهزه من اي حته في العالم. اما السولوشن العادي بقى بتاع سيسكو اللي هو موجود من زمان بيقول لك يونيفايد وايرلس نتورك اركتكشر ده اللي هو بيجيب لايت ويت اكسس بوينتس زي دول كده كل دول بقى لايت ويت اكسس بوينتس منهم دي خلي بالك اللي هي الراجل ديت اللي هي بتقول لك تتحط اوت دور لايز اللي يعني الديزاين بتاعها مختلف شويه انت تتحمل مثلا عوامل الهواء والريح والرياح والاتربه وفاهمين الكلام ده كله اكتر من اللي هي الداخليه ديت يعني فدي بتبقى موجوده بره وفي الاخر بتحتاج كنترولر. طب الكنترولر ده ممكن يبقى ايه؟ كان زمان الجهاز دوت كان جهاز اسمه كنترولر بس ما دام حد بيجيبه دلوقتي جهاز مخصوص كنترولر وتقدر توصل يسبورت لغايه 75 اكسس بوينت و1000 كلاينت متوصلين على 75 دول. بعد كده ممكن كنت تجيب حاجه زي كده ده اللي هو سيسكو وايرلس كنترولر من سيسكو سيرفيسز ريدي انجن زي كافه عشان في موديول كده بيتركبوا في بعض الديفايسز زي بعض السويتشات بتاعت سيسكو
وده كان بيسبورت لغايه اب تو 10 اي بيز وده بيسبورت اب تو 50 اي بيز و 500 كلاينتس اقل من الاول. واخيرا وهو ده المشهور دلوقتي جدا الفيرتشوال كنترول، وده عباره عن فيرتشوال ماشين بتضاف زي سوفت وير بيتضاف عندك على احد السيرفرات ومنه بتقدر تدير ايه الموضوع كله. وده السولوشن موجود يقدر يمانج وكونفيجر وكونترول اب تو 200 اكسس بوينت و 3000 كلاينتس. طبعا يعني حاجه ضخمه جدا. اوكي نيجي للوايرلس انتنس. شفنا كده الديبلويمنت سيناريوز في البيزنس، اكتشفنا ان هو في اوتونوموس واللايت ويت والكنترولر والكلاود والحاجات دي كلها اتعرفنا عليها. دلوقتي اتكلمنا على الانتنس بتاعتنا، وبرضه احنا مش ناس متخصصين في الانتنس، بس بيزكلي الكلام ده في ثلاثه مشهورين، في انواع كتيره قصه كبيره في الانتنس. الاومني دايركشنال ده اللي انا كلمتكم عليه اللي هو زي بيطلع منه زي كوره بشكل معين. الدايركشنال انتنا وده بيقول لك لا انا مش كوره اللي هو بحاول اغطي 360، يعني كوره ده يعني 360 درجه اللي هو يعني بتقول عليها دايركشنال يعني بتواجه في اتجاه معين. واخيرا الريادي تمام، وده برضه دايركشنال بس بيمشي مسافات كبيره، ده بنستخدمه عشان خاطر يقول لك اكستند رينج. لو بنسمع عن اللي هو النتوركس بتتوصل واي فاي وفي بينهم 5 و10 كيلو. ايه الكلام ده؟ ده موجود ده في مصر مشهور جدا الحقيقه، منتشر بطريقه رهيبه يعني. توصل هنا بحاجه ثانيه عباره 5 او 10 كيلو. ازاي؟ عن طريق الانتنس. الانتنس ده بيبقى موجود هنا كده، الانتنس الثاني موجود كده في وشه بالظبط تمام، يقدروا يشوفوا بعض يعني من الاخر، وبيبقى في كونكشن موجود تمام. يعني منتشر زي ما بقول لكم في مصر جدا، في مناطق كتيره جدا بيعتمدوا عليها اللي هي توصيل الانترنت مثلا من مكان لمكان ثاني بعيد خالص مش عندوش اي دي اس ال ولا اي حاجه. زي الوان ماكس بس هنا دي انا بنتكلم واي فاي، يعني بتشتغل واي فاي. اوكي يبقى دي كلام بسيط كده عن ايه الانتنس بتاعتنا. طيب تعالى نشوف الحاجه اللي هي فريده نيبل ذا كلاينت ستيشن تو سيند اند ريسيف ار اف سيجنالز، يعني ايه اللي بيخليني اقدر ابعت واستقبل؟ طبعا هي الكارته بتاعتنا اسمها ال 2 دوت ايفر ديك، اكيد مش ال 2 دوت 3 اللي هو دي اس ار دي اللي هي الواي فاي. كونكت وايرلس نتورك وايرلس كلاينتس تو ذا وايرد لاند تمام. مين اللي بيوصل الوايرلس كلاينت للوايرد لاند اكسس بوينت؟ This device incorporates a function of wireless access point, Ethernet switcher and router. طبعا ده اللي هو الجهاز بتاعنا اللي هو 3 في 1 7 في 1. اوكي نخش بقى على الايه التوبولوجي مودز، برضه كلام تكنيكال تاني. بعد ما شفنا الاكسس بوينتس والانواع بتاعتهم اللي جاي كله خلاص، يعني انسس كانوا هم لايت ويت ولا مش لايت ويت، كنترولر ولا كلاود ولا اوتونوموس، كل ده بينطبق عليهم اللي جاي، ماليش دعوه هم دي ادارتهم يعني الاداره بتاعتهم ازاي ماليش دعوه، هم بقى بيشتغلوا ازاي. فلك اولا التوبولوجي، فاكرين كده لما جينا نعمل التوبولوجي زمان خالص في الايثرنت وقلنا التوبولوجي دي اسمها بص الاجهزه بتتوصل كده، وبعدين عملنا الستار وكان في رينج زمان برضه وطلعت حاجه زي كده. تعالى نشوف التوبولوجي الاجهزه الوايرلس بتتصل ازاي. فلك عندنا ثلاث انواع من التوبولوجي في الاجهزه الوايرلس. ده اول نوع اللي بنسميه الاد هوك، اوكي؟ وده عباره عن تو ديفايسز متوصلين ببعض، ده زي كابل الكروس كده بتاعنا. تو ديفايسز بس متوصلين ببعض، فطبعا ايه الكلام ده؟ لا لابتوب ولا لابتوب، ان اثنين لابتوب مفيش اكسس بوينت. ده لو في واي فاي، ده في واي فاي ما ينفعش تكلم بعض، ينفع. ازاي بتبني شبكه بنفسك انت اسمها اد هوك على تو ديفايس؟ يعني بسيطه خالص، تعالى كده نرفع عندنا هنا احنا داخلين واي فاي فنقدر نشوف هو بيوصلنا من نيو كونكشن للنتورك وفين اهو مانيولي كونكت وايرلس نتورك. يعني بسرعه طبيعي انا بدوس كده لو عايز كونكت واي فاي بدوس كده بلاقي لسه ادي لسه من نتوركس الواي فاي اللي موجوده اهو في ما شاء الله قد ايه صح؟ جميل جدا وتختار واحده تقول كونكت، مش ده طبيعي؟ لا الاد هوك دي مش موجوده اصلا، ده انا اللي هعملها ما بين التو ديفايس. فباجي على اللابتوب الاولاني واقول له مانيوالي كونكت وانزل واقول له نكست واديها اس تمام اي حاجه تمام. سكيورتي تايب تديها نوع ممكن ما فيش اوثنتيكيشن خالص او دول لسه هنتكلم عنه بين الاوثنتيكيشن بتاعتهم وات ايفر اي حاجه تمام، ده ضعف يعني بس. وتكتب هنا اللي الباسورد بتاعي حلو كده نكست خلاص سكسسفولي اد هوك بقت في نتورك موجوده عندنا. اخد نفس اللي كتبته هنا بنفس الاسم ونفس الباسورد ونفس الاوبشنز واروح اعمله على الناحيه الثانيه. واضح القصه؟ فاذا هتبقى تلاقي نتورك موجوده وتقدر تكونكت عليها من هنا. مش موجوده؟ ما قلتوش سيف تقريبا. ممكن نشوفها كده. وايرلس بروبرتي وفين مانج وايرلس ستاتوس. مفيش هنا اوبشن مانج وايرلس ستاتوس. يعني المفروض ده في اوبشن مش من هنا ان انا امانج الوايرلس نتوركس اللي موجوده عندي. ويندوز 8 بيختلف شويه
تقريبا انا ما عملتهاش سيف بس عملتها عمرو ما ظهرش. المهم ان هي المفروض هتظهر لك هنا وتقدر تكونكت عليها من الناحيتين وانت عملت كده كونكشن ما بين تو ديفايسز بهذا الشكل، دي اسمها اد هوك. النوعين التانيين بقى بنسميهم انفراستراكشر ودول اللي هم فيهم اكسس بوينت، انا عندي اكسس بوينت والناس بتتوصل بيها. طبعا في نوعين منهم هو اكيد اوكي اكسس بوينت خلاص طبعا ادي الاد هوك اهو بيتكلم عليها تاني يقول لك دي مساحه التغطيه بتاعتها ما تهمنيش حاجه. لكن ادي بقى اول نوع الانفراستراكشر، واول نوع اسمه بي اس اس او بيزك سيرفيس سيت تمام، وده عباره عن 1 اكسس بوينت بتغطي مساحه معينه تمام 1 اكسس بوينت فقط. لكن النوع الثاني اسمه الاي اس تمام اس او اكستندد سيرفيس سيت، وهنا المساحه دي او الجزء ده هو اللي بيغطيه ديت زائد بيغطيه ديت يبقى في 2 على الاقل اكسس بوينت. اذا دي غالبا مش هتشوفها غير في البيت عندك ولا حاجه اللي هي شبكه زائد 1 اكسس بوينت بس مفيش غيرها. هنا معاك 2 اور مور 2 بقى 50,000 مفيش مشكله بالنسبه لنا، هيبقى اسمه باكستندد سيرفيس اريا ودول اكتر من اكسس بوينت متوصلين في الاخر بنفس الايه الانفراستراكشر بتاعنا او نفس الديستريبيوشن سيستم زي ما هو مسميها. اوكي اوكي ما تحبناش ناخد حاجه عشان خاطر يعني هنا بيقول لك لو في نمبر اوف اكسس بوينتس 2 اور مور تمام دوت يبقى ايه المود بتاعنا وايه الكفرج اريا بتاعتنا. الاريا تلاقي فيها كلمه اريا تلاقي فيها ثلاث ارياز يعني في البيزك سيرفيس اريا والاكستندد سيرفيس اريا تمام والاندبندنت بيزكس لا مش هي بلاش اصلا يعني لو زيرو اكسس بوينت دي بنسميها بي اس اي، لو 1 اكسس بوينت برضه بنسميها بي اس اي على اساس ان هي مساحه تغطيه صغيره، دي اللي هي الاكستندد سيرفيس اريا اللي هي 2 اور مور ده اسم الاريا اي بتاعي تمام. التوبولوجي بيلدنج بلوك دوت اللي هو الاسم بقى بتاع ديت اسمها الاي بي اس اس، ديت اسمها البي اس اس، دي اسمها بي اس اس. متاكد كده يبقى ده قصده هو كده اهو بس اوكي يبقى ده قصده بالتوبولوجي بيلدنج بلوك. الاي اس اس اللي هي فيها كلمه اكستندد، البي اللي هي بيزك، الاي اللي اختصار اندبندنت اللي هي بتاعت الايه الاد هوك، واخيرا ده المود بتاعنا ذا انفراستراكشر ذا انفراستراكشر يبقى ده كده الاد هوك. تاني هتقول لي اقعد احفظ اي اس اي وبي اس اي وبي اس اس واي اس اس واي بي اس اس واي اس اس، ما هو ده مش الامتحان رغم ان احنا بنعملها معاك كده، لكن كل الكلام ده كله ما حدش هيمتحنك فيه الحروف الغريبه دي كلها. نخش بقى على الاي 22.11 فريم او الوايرلس فريم بتاعك. طبعا خليني افكرك بالايه بالايثرنت فريم الاول عشان هتتصدم دلوقتي تمام. ادي الايثرنت فريم بتاعتنا اللي احنا خدناها كان فيها تريلر، كان الليلر بتاعنا بيبقى فيه ديستنيشن ماك بيبقى فيه سورس ماك وبعد كده في خانه اسمها ايه الطالب، وجوه هنا الداتا بتاعتها صح تريلر اف سي اس كان 4 بايت وبعدين 6 بايت و6 بايت للديستنيشن ماك وسورس ماك و2 بايت للايه للطالب. ده توتال كده الايثرنت فريم. لو ده اللي بقى هنشوفها دلوقتي جايبها لك بقول لك ما تتخضش الفريم بتاعت الايه؟ الوايرلس طبعا اوكي يعني البايلود ده اللي هو الحمل اللي انا شايله يعني في هيدر وفي اف سي اس بس ايه اللي جوه الهيدر؟ ايه اللي جوه الهيدر؟ في خانه مهمه جدا جدا وضخمه جدا اسمها فريم كنترول، خانه اسمها الريشن، خانه اسمها ادرس 1 ادرس 2 ادرس 3 ادرس 3 في ادرس 4 كمان كمان في الاخر شايفينه؟ ايه دوت؟ الطريقه اللي بيشتغل بيها الواي فاي بتختلف تماما عن الطريقه اللي بيشتغل بيها الايثرنت. ممكن تحتاج اكتر من 2 ادريسز، ممكن في بعض السيرفرات تحتاج 3 ادريسز، يعني نادرا ما توصل للادرس الرابع دوت ممكن تمام تحتاج الايه الادرس الرابع. ففي دوريشن دي اللي هي الفتره الموجوده اللي انا هستقبل فيها الترانسميشن بتاعي، في سيكونس كنترول اللي هم يعني هنتكلم عن ايه فائده سيكونس كنترول ده زي رقم مسلسل يعني. بس الاهم هي الفريم كنترول، بص الخانه بتاعت الفريم كنترول اللي هو طبعا جاي لنا كابشر بواير شارك عملناها سلايد لوحدها، بص خلي الفريم كنترول دي جواها ايه لوحدها؟ حاجه اسمها بروتوكول فيرجن فريم تايب فريم سب تايب 2 دي اس فروم دي اس مور فراجمنتس ريتراي باور مانجمنت مور داتا سكيورتي وبعدين خلي اسمها ايه الفريم دوت؟ عادي هو جايب لك كل واحده من دول لو عايز تقرا عنها مش هقول لك عن اي حاجه تماما، ان انا هقول لك ازاي الوايرلس بيشتغل لان انا مش محتاج تعرف كل واحده من دول بتعمل ايه او دورها ايه في عمليه الشغل. انا بقول لك بس لو عملت كابشن لوايرلس فريم هيبقى بتاعها ضخم جدا، لو قعدت تعد اصلا الحاجات اللي موجوده فيها ده يعني عدد ايه كبير وقافل الكابشن بتاعه. وعلى فكره بخصوص الكابشن لو انا جيت دلوقتي شغلت واير شارك شغلنا واير شارك قبل كذا مره وعملنا كابشن كذا مره صح؟ وفين الواي فاي بتاعي؟
هي دي واي فاي دبل كليك هيبدا كابشر صح اوكي مش عايز حاجه او ستوب كابشر اثنين فريمز بس هل الفريم ديت واي فاي؟ ايثرنت شفتها؟ ايثرنت ديستنيشن باك سورس ادرس باك انا ايه الكلام الغريب ده؟ مش هيكفي شهر لازم تجيب ازاي؟ ترمينال نتورك كارد وتشغل نتورك الفكره ان وايرد شارك الطبيعي بتاعه ان هو مش بيجيب لك الفريمز الواي فاي بيجيب لك بعد ما هو يكون حولهم لايثرنت فريم تمام؟ يعني هو الدرايفر بتاعه اللي بينزل بيخليه يقدر يكابشر اللي هو اسمه البي كاب دوت بيقدر يكابشر فريمز كده لو عايز يكابشر فريمز الواي فاي زي ما هو عامل هنا كده في هنا دي فريم واي فاي بجد بقى وجايب لك كل البتاع الحاجات الجميله ديت كلها عشان تشوفهم بجد لازم يعني بتسبورت الكلام دوت كسوفت وير وكهارد وير يعني لازم الكارت بتاعتك اللي هي الواي فاي نتورك ادابتر دوت يكون بيسبورت حاجه معينه وحتى بعد ما يسبورتها هتنزل بقى سوفت وير تاني اسمه الاير الاير كاب وده عشان درايفر تاني لو حاجه تاني شخص هو شو يقدر يكابشر فيه وايه الوقت سيرش اون لاين انت تشوف ازاي بتتعامل بس انا بقول لك عشان خاطر ما تستغربش عشان الناس كده عندي كابشر لا دي سبت سبت ازاي؟ والله واي فاي يعني بص هنا الديستنيشن باك ادرس مين سوني موبي اندر سكور مش عارف ايه ده طبعا من اول ثلاث خانات هنا لو فاكرهم في الباك ادرس دول بيبقوا اسمهم الاو يو اي والاو يو اي ترجمه ان هو ده سوني موبايل ده جهاز ده عشان عامل واتس بوت دلوقتي وداخل على الجهاز دوت فاذا هو دي اكشولي واي فاي فريم لكن هو ما بيطلعلناش واي فاي فريم واضح؟ يعني سريعا كده على اي مقال كابشن اذا الفريم معقده جدا سيبك من الفريم معقده جدا ومش عايزين نعرف الفيلدز بتاعتها ولا حاجه ده بقى اللي يهمني شايفين الخانه دي فريم تايب يقول لك عندنا ثلاث انواع من الفريمز وده مش حاجه اسمها كده في الايثرنت هي وان تايب فريم فريم انا شايف جواها حاجه قال لك لا الفريم اللي انت شايف جواها حاجه دي هي اخر نوع اسمها ايه؟ داتا فريم اللي هي الداتا يعني اليوزر بيبعت داتا ببعت داتا وليفر الداتا اللي موجوده اللي بتحصل دلوقتي انا لما بخش على النت دلوقتي ببعت داتا فريم اكيد وبستقبل داتا فريم صح؟ لكن في اثنين دول اللي هم بيقوموا بدور رهيب اللي هو المانجمنت فريم والكنترول فريم المانجمنت في كذا نوع مانجمنت فريم وفي كذا واحده ايه؟ كنترول فريم وهنشوفهم بالتفصيل ادي المانجمنت فريمز هنشوف كل دول بالتفصيل هرجع لها تاني سلايد ديت وادي كنترول فريمز هم ثلاثه بس برضه هنشوفهم بالتفصيل بس بعد ما نفهم اكتر الواي فاي بيشتغل ازاي يعني هو الترتيب بتاعه هنا بس ايه مش كويس فنفهم هنا من الاول نفهم ازاي الواي فاي بيشتغل اول حاجه مهمه سيزما سي اي كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن افويدنس ده زي كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن اللي خدناه في الايثرنت زمان بس ايه الفرق؟ الفرق ان في الايثرنت لما كانوا بتاع عيار الباص ده اللي هو الاجهزه اللي بتوصلها ببعض الكابل زي ما انا عملت هنا كده لما كانوا بيخبطوا ببعض كانوا بيعرفوا ازاي لما خبطوا ببعض؟ انت بتبعت اشاره كان على كهرباء تاني بتبعت اشاره كهرباء وفجاه اللي بيحصل؟ كهرباء بتتوقف فاهمين الفكره؟ يعني بتقف حلو كده؟ ليه؟ لان انتوا الاثنين متوصلين بالفيزيكال ميديم اللي هو الكيبل اللي بتمشي عليه ايه؟ الكهرباء فده اكشولي كوليجن اللي هو اللي بيحصل هو اللي بيوقف اشاره الكهرباء بتاعتكم انتوا الاثنين لكن في الواي فاي لا مفيش حاجه زي كده الواي فاي احنا بنبعت ايه؟ في الهواء فحضرتك بيبعت لا ده دلوقتي بيبعت الاشاره بتاعته يبعت لمين؟ الاكسس بوينت بتاعته خلي بالك احنا موجودين مع بعض وبنتكلم مع بعض في الشبكه واي فاي يعني انا عندي لابتوب بتاعي عبد الله مثلا معايا اللابتوب بتاعه وبعت له ملف على نت واحنا قاعدين قدام بعض اهو هل الملف ده بيطلع بيطير عندي الهواء يوصل عنده؟ لا الملف بيروح عندي لغايه مين؟ الاكسس بوينت عشان دي برضه ناس كتير بتتلخبط فاكرين واي فاي الاجهزه بتبقى متوصله ببعض لا كلنا متوصلين بمين؟ بالاكسس بوينت هي زي السويتش بالظبط لازم الداتا تروح لها الاول وهي بايه؟ هتغير فالمشكله دلوقتي ان انا ببعت لو حد تاني بعت في نفس الوقت احنا كلنا شغالين على تردد واحد يا جماعه وعلى قناه واحده جوه التردد دي هتشوف لسه القنوات اللي هي التشانل هل ينفع في مصر هنا مثلا مين قناه مشهوره على الراديو الاف ام مش عارف 105 فاصلة مش عارف كام 105 تردد 105 موجة اف ام ولا اغاني اف ام ولا غيره ينفع في قناتين في مصر يشتغلوا على 105 مستحيل لو طلعت على الحدود عندنا بره شويه يعني الحدود كده ناحيه ليبيا طلعت ناحيه البحر طلعت ناحيه سينا هتلاقي في تداخل يبدا يعني الاول كل ما تقرب تمام كل ما انت عمال تبعد عن مركز الاصل اللي هي نجوم اف ام دي ولا تفر اسمها هتلاقي في جزيره ثانيه بتظهر من البلد الثانيه اللي جنبك لان البلد الثانيه ما يحكمهاش كده انا مالي وانت لو عرب من الحدود من ليبيا ممكن ابدا اعرض الراديو بتاع ليبيا على نفس الطريقه او تلاقي الاثنين شغالين في نفس الوقت ويبدا انت سامع دي ولا سامع دي في تداخل فين في الاشاره فالمفروض انه ما ينفعش هو فعلا ما ينفعش اذا كلنا شغالين على تردد واحد وعلى قناه واحده يبقى ازاي هنبعت وما نخبطش في بعض؟ قال لك النقطه الاولانيه ما زالت زي ما هي ان بتاع الكهرباء بتاع زمان كان بيعمل ايه؟ كان بيشوف الكابل هو في كهرباء في الكابل؟ مفيش كهرباء اقدر ابعت صح
هنا بقى مش كهرباء، هنا بشوف ايه، هو في تردد الموجات دلوقتي شغاله، في حد بيبعت حاجه، لو في حد بيبعت حاجه خلاص هو ده شغال صح. المشكله بتحصل انت لو انا بصيت على التردد بتاع القناه بتاعتي لقيتها فاضيه، وواحد تاني بص على التردد في القناه بتاعتنا ولقاها فاضيه، فالاثنين قرروا ايه؟ يبعتوا. ايه اللي هيحصل؟ كوليجن. والمشكله اني ما اقدرش اعرف ان في كوليجن حصل. فاهمين المشكله بتاعتي؟ هعرف منين ان في كوليجن حصل؟ فاول نقطه عملوها ان كل فريم حضرتك بتبعتها، هتستغرب بقى، كل فريم بتبعتها من الجهاز بتاعك للاكسس بوينت او من الاكسس بوينت تاني من الجهاز بتاعك، لازم يحصل لها اكنولجمنت. اكنولجمنت اك اك ده كانت فين؟ دي كانت في تي سي بي، ده فلاير 4 الكلام اللي انت بتقوله ده. لا هنا فلاير 2. اول حاجه تضمن لك 100% ان الفريم بتاعتك ما خبطتش وطارت انها وصلت او ما وصلتش، هتعرف منين؟ لما اللابتوب يبعت حاجه للاكسس بوينت، الاكسس بوينت بترد عليه تقول له ايه؟ اك. ودي واحده من الايه؟ الفريمز بتاعتنا اللي بنسميهم كنترول فريمز. دي اول واحده يعني. يبقى انا ببعت داتا، داتا فريم عاديه جدا، ببعتها للاكسس بوينت. وصلت ولا وصلتش؟ اعرف ايه بقى وصل؟ جات لي واحده اك من الاكسس بوينت. اقدر ابعت اللي بعديها. فاهمين القصه؟ لو ما جالكش اك في خلال وقت معين وصغير جدا، طبعا الكلام كله بملي ثانيه وحاجات زي كده، هتعمل ايه؟ تبعت فريم تاني. نفس الكلام، هو انت بتبعت مثلا لحاجه الاكسس بوينت، بس الطبيعي دلوقتي لو انا داخل على النت معظم الداتا بتجيلي منين؟ من الاكسس بوينت. لما بعتها له بصفحه معينه، لما بقول له هنا كده مثلا نكست، بدوس على الزرار ده ريكوست، بطلب الصفحه اللي بعديها صح؟ بتجيلي بقى الصفحه اللي هي مليانه كلام وصور، فدي داتا عماله تجيلي منين؟ من الاكسس بوينت. كل برضه فريم بتبعتها الاكسس بوينت المفروض اعمل انا عليها ايه؟ اك، عشان اقول الاكسس بوينت اللي هي وصلت. واضح القصه ماشيه ازاي؟ طب هو ازاي هيحصل كل جن يعني؟ في الثانيه في ايثرنت في حاجه فيزيكال فعلا مشتركين فيها. انا لسه شغال اهو، في ترددين شغالين في نفس الوقت، انت هتعرف تسمع اذاعه الراديو دي او اذاعه الراديو دي. يعني هو المشكله في الاكسس بوينت مش عارف يسمع من الاثنين يعني ولا الفكره دلوقتي اللي الاكسس بوينت مش بس الاكسس بوينت كلهم، يعني برضه لازم تفهم نقطه كويس. انت فتحتها دلوقتي، يعني دلوقتي خمس اجهزه قاعدين دلوقتي هنا، خمس اجهزه واي فاي ومتوصلين باكسس بوينت، سواء الاكسس بوينت الكرسي في النص ده الاكسس بوينت كلنا متوصلين بيه. انا اللي ببعت دلوقتي، ولا حد من الاجهزه بتاعتكم بيبعت، يعني قاعدين دلوقتي ولا جهاز من الاجهزه بتاعتكم بيبعت، انا بس اللي ببعت. تمام؟ ببعت الداتا دي بتوصل لمين؟ الاكسس بوينت. لا ليكم كلكم زائد الاكسس بوينت. ما تنساش احنا زي ده بالظبط، هو الراجل هنا لما كان بيبعت الكابل دوت ما دام شيرد ميديا كلنا في كابل واحد، ما كان بيبعت الداتا كانت بتوصل لمين؟ لكل الناس. انا دلوقتي بزيع على تردد معين على قناه معينه، حضراتكم شغالين على نفس القناه صح؟ وما بتبعتوش ساكتين، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتستقبلوا نفس الحاجه بتاعتي، يبقى كلكم هتستقبلوا الفريم بتاعتي. تمام؟ لكن ما حدش فيكم هيفتحها. ما حدش فيكم هيفتح الفريم ديت، مين المسؤول ان هو يفتح الفريم ديت ويستقبلها؟ الاكسس بوينت. وهو المسؤول بعد كده ان هو ايه؟ يوصلها. واضح القصه ديت؟ فاذا انت اصلا لما بتبعت مش الحاجه بتاعتك توصل لايه؟ للاكسس بوينت بس، لا دي بتوصل لكل الاجهزه، بس زي ما قلنا انا ما بتكلمش الجهاز ده، انا بكلم الايه؟ الاكسس بوينت. مش معنى سؤال الاكسس بوينت مش استقبل كذا بودكاست هو دي بقى الفكره، انا عايز امنعه، انتوا ما ينفعش احنا كلنا نتكلم في نفس الوقت. بيقول لك هنا كوليجن افويدنس، يعني انا هخليهم اصلا هخليكم ما حدش فيكم يبعت في نفس الوقت اساسا، مش هيتبعت في نفس الوقت وهنخبط، لا مش هيحصل خبط اساسا. طب ازاي؟ انا لسه ما قلتش، هنقول دلوقتي. الطريقه بسيطه جدا، قال لك حضرتك دلوقتي هتجس الكابل وتشوف الكابل بتاع ده، مفيش كابل هنا، طب هتجس التردد بتاعنا وتشوف التردد بتاعنا، اوكي فاضي. مش هبعت الداتا بقى، بص اول حاجه تبعتها ايه؟ كنترول فريم اسمها ار تي اس ريكويست تو سند. ايه الكلام دوت؟ انا الداتا فاضيه دلوقتي ومفيش حد غيركم بيبعت، او جاي ابعت الاكس بوينت، لا ابعت الاكس بوينت طلب ان انا ابعت اسمه ريكويست تو سند، انا عايز ابعت الاكس بوينت، انا عندي الداتا عايز ابعتها مش هبعت لسه. الاكسس بوينت لو ردت عليا قالت لي كلير تو سند، كلير يا كلير يعني الموضوع واضح قدامك اطلع ابعت، ساعتها اقدر ابعت الداتا بتاعتي. ولما بعد الداتا بتاعتي لازم يجي لي عليها اكنولجمنت. شايفين بقى كده الخطوات؟ كده الثلاثه فريمز كنت بنظر ورا حضرهم. اذا ما حدش فيكم هيبعت الا لما يستخدم الاكسس بوينت. والاكسس بوينت هي اللي هتقول له، يبقى مين كده اللي بينظم الموضوع كله؟ الاكسس بوينت. مش بس كده، ده لما بتقول لي اوكي انا طلبت منها، قلت لها عايز ابعت، قالت لي اوكي، جوه المسج كلير تو سيند دي هتقول لك قدامك وقت قد ايه؟ انا حجزت لك مثلا 150 مللي ثانيه. مثلا. او جاي انا بعت. الرسالة اللي قالت لي فيها انت محجوز لك 150 مللي ثانية وصلت لكم كلكم ولا لا؟ وصلت لكم كلكم، فعرفتوا ايه؟ ما حدش فيكم مسموح له يبعت خلال ايه؟
ال 150 مللي ثانيه جاي، فاهمين الفكره عامله ازاي؟ كانها بالابواب، بس هي طبعا مش بالدور زي زمان اللي هو التوكن اللي شرحناه زمان خالص، لا هي الفكره ان كلنا بنحاول نبعت، بس هي الاكس بوينت اللي بتنظم الموضوع، ان هي تاخد الايه؟ الادوار كده بهذا الشكل، تاخد من حد اوكي ابعت انت وبعدين ابعت انت وبعدين ابعت انت. فطبعا في كذا تكنولوجيا بتخلي الموضوع ده افضل وافضل واسرع، وكلام كبير لسه موجود فيه، بس تاني دي كورسات وايرلس كامل، لكن دي البيزك ايديا ان انا بطلب ان كل واحد عايز يبعت لازم يستاذن هو الاكس بوينت، الاكس بوينت تقول له اوكي لوقت معين ويبدا يبعت هو فيه الداتا، ولازم يجي له ايه؟ اكنولجمنت. يبقى كده هناخد في وقت. مش هناخد في وقت. واضح الفكره؟ فاذا دول كده الكنترول فريمز اللي كنت بقول لكم عليهم، فهم ثلاثه بس مصاد جدا. ريكويست تو سيند، انا صباح انا عايز اتكلم، اتفضل اتكلم، كلير تو سيند، وبعدين لما تتكلم لازم اقول لك اكنولجمنت الحاجه بتاعتك وصلت اللي هي ايه؟ الاك فريم. دول الثلاثه اسمهم كنترول فريمز، مهمين جدا ويتباعوا طبعا ايه؟ مئات الالاف مرات اثناء ما الواي فاي نتورك شغال في واحد. يبقى ده اللي انتم شفتوه دلوقتي هو ده الايه؟ السيزما سي ان، وادي الالجوريزم بتاعه ازاي بيشتغل، او الفين ستيك ماشين او الفلو جوينت بتاعه. ستارت سيمبل فريم، جهزت الفريم بتاعتي. هل الشانل ايدل؟ ايدل هنا يعني فاضيه تمام، مفيش اي حد فيها. يس يا عم على طول، لا مش تبع على طول، اصبر. ترانزميت ايه؟ ار 2 اس. هل جاء كلير تو سيند؟ يس. خلينا ماشيين بسيكل كله، يس. الفريم الشانل فاضيه، بعت استاذن الراجل رد عليا وقال لي اوكي ابعت يلا، اعمل ايه؟ ترانزميت. اخيرا ترانزميت تمام، ولان طبعا هنا ان انت هيجي لك عليها اكنولوجي. لكن من الاول لو كنت لقيت ان الشانل مش فاضيه، نو هويت فور راندوم باك اوف تايم، ده زي برضه سيزما سي دي، ما هنتظر قبل ما احاول ابعت تاني برقم عشوائي. طبعا تاني بالملي ثانيه، تنتظر وقت معين بالملي ثانيه، وبعدين تحاول تاني تبص على الشانل لسه مشغوله وهكذا. نفس الكلام لو ما جاتلكش كلير تو سند، بعت طلبت طلب والراجل ما قالكش لا مش ما بعتش، رد عليك قال لك ابعت. هنتظر برضه وقت معين قبل ما احاول ابعت تاني وهكذا. واضح؟ يبقى دي ازاي السيزما سي اي بروسيس بتشتغل وبتعتمد على الثلاثه كنترول فريمز دول، ال ار تي اس والسي تي اس والاي والاكنولوجمنت. نيجي بقى لل اكشولي عمليه الاتصال بتتم ازاي؟ يعني خلينا في ريسر الاتصال بيتم ازاي؟ ادي كاب وصل كاب. نعم عايز اخش على شبكه وايرلس، شبكه الوايرلس قصدي ايثرنت، ادي كاب حطه عندي في كونكشن. كنا في الاوضه بتاعتي بتاعتي افتح اللابتوب بتاعي جبت الكاب حطيت خلاص. حصل حاجه؟ هتاخد اي جهاز مش عارف بس ده ملوش دعوه انت توصلته ولا خلاص. لو انت حاطط السابك اي بانس اصلا خلاص انت مش هتاخد اي بانس. ده كده اللي اكشولي بيحصل، لكن في الواي فاي لا. في الواي فاي الموضوع مختلف، قولوا لي انت بتتوصله ازاي؟ عندك في البيت ولا هنا لو عايزك تفتح لابس الموبايل بتاعك وتتوصل بالاكسس بوينت بتاعتك او ايه اللي هيحصل؟ ايه الخطوات؟ بتسيرش بتسيرش تفتح الواي فاي، لو في دايما حاجه في الابلكيشن بتفرج الموبايل او اللابتوب بتاعك بيطلع لك لسته بالايه؟ بالاكسس بوينت. وبعدين؟ فكونكت لو هيت الباسورد تلاقي اسم الاكسس بوينت اللي انت عايزها صح؟ تختارها؟ تختار كونكت وبعدين هيطلب منك باسورد او ممكن بقى يطلبش باسورد، فلو طلب باسورد بتدخل الباسورد، ما طلبش باسورد خلاص صح كده؟ ايه بقى اللي حصل في الخلفيه عشان هذا الكلام يتم؟ بنمر بثلاث مراحل. اول حاجه ديسكفر الاكسس بوينت، ودي هو الليسته اللي طلعت لحضرتك. جت منين الليست دي؟ يعني الليسته بتاعت الاكسس بوينت اللي طلعت في المرحله ديت انت بتكتشفها، ازاي بتكتشفها؟ بعد كده اوثنتيكيت ويز اكسس بوينت، ودي اللي هي الخاصيه الحته بتاعت الباسورد او بلو باسورد، برضه اسمها اوثنتيكيشن زي ما بنشوف، في باسورد او في بنسميها اوثنتيكيشن. واخيرا الاسوشيت ويز اكسس بوينت اللي هو لما بتتواصل، اللي هو خلاص بقى كونكت، يعني بعد ما دخلت الباسورد بتحصل بعديها على طول، بيقول لك انت بقيت كونكت. طب ايه اللي حصل برضه في الخلفيه؟ يبقى هنشوف الثلاث مراحل دول ايه اللي حصل فيهم، ازاي بكتشف الاكسس بوينت وطلع لي الليسته ديت، ازاي بقى اوثنتيكيت مع الاكسس بوينت اللي هو السكيورتي الباسورد والكلام ده كله، المرحله دي ايه اللي حصل فيها، واخيرا ازاي بأسوشيت اللي هو برتبط او يعني خلاص بقى بعمل اكشن بالكونكشن. هو عامل الترتيب بتاعهم كده غريب شويه، داخل على الاسوسيشن في الاول، لا انا هاخد الديسكفري في الاول. وازاي حضرتك بتديسكفر الاكسس بوينت؟ بسيطه خالص، في طريقتين. اول طريقه دي طريقه انت كلك متعود عليها واللي موجوده اللي هي اسمها الباسيف، الباسيف مود. الباسيف مود ديت ازاي بتحصل؟ الاكسس بوينت بتعمل مع نفسها. الاكسس بوينت بيريودكلي كل فتره زمنيه معينه بتبعت برودكاست مسج بتسميها بيكون. البيكون دي اللي بقى اللي هي حاجه زي لمبه بتنور وتطفي اللي موجوده فوق الابراج الكبيره العاليه اسمها ايه؟ بيكون. عشان الطيارات شوف حاجه في الموبايل يعني الموبايل اللي ذاع على التلفزيون مثلا تمام، يبقى لمبه بتنور بقى بيكون. فانا بيكون لما بنور وبطفي دي معايا ان انا ببعت كل شويه نور، لو ببعت كل شويه شر. انا موجود يا جماعه. طب انا موجود ايه؟ يعني ايه اللي بيوصل؟ اللي انت بتشوفه ايه؟ هو اسمها بس صح؟ الاسم ده اسمه الاس اس اي دي،
ايه الاسم نفس بتاع تقريبا اللي كان فيها اسم بس كتير سيرفيس سيت ايدنتيفاير احنا بنقول عليه اسم الشبكه لكن هي اسمها رسميا ايه الاس اس اي دي بس ده اللي انت بتشوفه صح اس اس اي دي اسم الشبكه في الحقيقه في الخلفيه الاكسس بوينت بتعلن عن اسم الشبكه بتعلن كمان عن التكنولوجيا اللي هي شغاله بيها يعني شغال بي ولا جي ولا ام على انهي تردد على انهي شانل اه احنا هنكونكت ازاي فاهم الفكره فانا ببعت الاشاره بتاعتي بحط فيها الداتا دي بحط كمان السكيورتي بتاعتي ليه مش بتلاقي كده ساعات الليسته دي في واحده عليها قفل كان زمان او دلوقتي واحده عليها علامه تعجب او حاجه عشان خاطر اقول لك ان دي مفتوحه يعني علامه تعجب اللي عليها قفل ديت هي الايه اللي مقفوله باسورد تمام هو عارف ايه او عارف الفريم اللي هي البيك اللي هو بيذيع عن نفسه كل حاجه الاكسس بوينت كل شويه بيحط فيها ان هو شغال بسكيورتي بطريقه معينه ويقول له ايه الطريقه دي احنا لسه هنشوف طرق ايه السكيورتي تمام يبقى اذا ده البيك فريم بتاعتي كل شويه ببعض شايفين اكس بوينت كل شويه كل شويه كل شويه حط فيها اس اي دي الاسم الستاندرد اللي انا بسبورته والشانلز والجي والان والكلام ده كله والسكيورتي سيتنجز بتاعتي عامله ازاي فدي الطريقه العاديه اللي انت بتستخدمها كل يوم اللي هي اسمها الباس ايه الطريقه بقى الثانيه؟ الطريقه الثانيه اسمها الاكتف مود وفي الاكتف مود انا بشغل خاصيه على الاكسس بوينت اقول له بطل تذيع عن نفسك تمام يعني الحاجات اللي هنشوفها في السكيورتي احنا هنقولها دلوقتي ايه بطل تذيع عن نفسك انا مش عايز حد لما يخش باللابتوب او بالموبايل بتاعه يفتح يا اسم الشبكه بتاعتي عايزها تختفي طب هنعمل ايه ازاي ازاي خليها تختفي تعالى تشيك مارك تعالى بقى في الاكسس بوينت شايفين برودكاست اس اس اي دي طبعا كل اكسس بوينت مختلف في الحته بتاعتها تختلف الاوبشن شكله ازاي ومكانه فين يعني لازم تلف شويه بس الاسم هنا واضح جدا برودكاست اس اس اي دي الحقيقه الاكسس بوينت دي عندها ثلاثه اس اس اي دي سيسكو داتا سيسكو فويس سيسكو سكان ايه ده؟ هو ينفع اكسس بوينت يبقى عليها ثلاث شبكات بثلاث اسماء؟ اه طبعا و100 شبكه ب100 اسم كده مفيش مشكله الاكسس بوينت بتاعت الانتربرايز وبتاعت اللي في البيت عندك مش هقول لك في البيت عندك لو معاك بس بتاعت الداتا حديث شويه بتاعت الداتا بس يكون جايبه في اخر سنه ولا حاجه هتلاقي سبورت لاربعه اس اس اي ديز او اكتر حسب الموديل اللي جاي بس انا عندي في اربعه اس اس اي ديز ممكن اعمل اربع شبكات مختلفين اوكي فمش هي دي قصتها اربع منفصلين ولا اربع اسماء نفس الشبكه؟ اربع اسماء مختلفه منفصلين عن بعض خالص يعني بص هنا عشان تفهم منفصلين هتلاقي دي بلا واحد لكن دي بلا 100 دي رجعت بلا واحد تاني دي ما فيهاش سكيورتي لكن دي فيها سكيورتي مختلفين عن بعض الاوبشنز بتاعتهم ازاي بيشتغلوا ممكن اعمل كل واحد مثلا معايا في البيت ميلان يبقى هو فيها لوحده ممكن عايز تفصلهم عايز تفصلهم سكيورتي عايز تفصلهم في السيتنجز تعمل كذا اس اس اي والاوبشنز المتاحه هتعتمد على اللي هو الاكسس بوينت بتاعتك والسوفت وير بتاعك فهنا في ثلاثة اكسس بوينت لو قلت له كده شيل دي سيسكو فويس ديت وابلاي كده مثلا اللي هو ايه طبيعي مفيش حاجه هتحصل ايه اللي هيحصل المفروض هيبطل يذيع لي يبقى لما اخش انا هنا الاقي شبكه بتطلع اسمها سيسكو داتا والاقي شبكه بتطلع اسمها سيسكو سكان بس دي موجوده بس مش هتظهر لان انا كده خبيتها فالاكس بوينت بتاعتك او في البيت بتاعك ممكن تلاقيه بدل يقول لك كده يقول لك هايد اس اس اي دي لما تلاقي اوبشن تعلم عليه العكس هايد يبقى لما اعلم عليه هيخبيه تمام ديسيبل برودكاست اس اس اي دي او انيبل برودكاست يعني حسب الاوبشن ممكن يظهر عندك بكذا شكل فاذا لو شغال الحته دي هتخش بقى ازاي؟ طب انت اصلا خبيتها ليه سكيورتي؟ يعني انا خبيتها سكيورتي عايز اخبيها عشان خاطر الدنيا تبقى امن اكتر يعني مش هتعملها كتير من حد فاهم لكن الناس اللي مش فاهمه تبقى اصلا طب اعمل ايه بعد كده اخش انا ازاي ما انا خبيتها افتح المفتاح مش هلاقيها صح افتح مش كده افتح اللابتوب مش زي ولا مظبوط اسمه باسورد وعينين لازم انت بقى في الحاله دي ترجع تاني زي ما انا عملت هنا وتقول له سيت اب نيو كونكشن وبعدين تقول له مانيولي كونكت وايرلس نتورك وبعدين تحط هنا اسم الشبكه لازم تكون عارف اسم الشبكه يعني اسم الشبكه كده مش بيعلن عنها لكن مثلا كنا لسه بنلعب فيها دي كان اسمها ايه؟ سيسكو داش فويس صح؟ مثلا لو انا هي دي اللي انا خبيتها ولازم ابقى عارف هي انهي سكيورتي فلور تقول لي الحاجات الغريبه دي لسه ما اعرفهمش بس مثلا اختار دي واقوم جاي حاطط الايه؟ الباسورد بتاعتها وات ايفر وستارت ذيس كونكشن اوتوماتيكلي ان هو يعني كونكت عليها لو لقاها وعلم على دي بص بقى دي بيقول ايه؟ كونكت ايفن اف ذا نتورك از نوت برودكاست يبقى انا مش هستنى لما دي تظهر واقوم جاي كونكت عليها لا انا اكتب دي هدور عليه انا اللي هدور عليه طب ازاي كانت بتبعت رساله اسمها بيكو بين جماعه الكوريكلم بص دلوقتي اللي هيحصل انا اللي هبعت رساله اسمها برو برو معناها بجس انا بجس حاجه او بشوف حاجه معينه فاعمل برو ريكويست انا عارف الاس اس اي دي وعارف هي شغاله ايه
مش عارف انت دلوقتي لسه دي كذا وعارف ان اشتغل كذا، بس ناقصك ايه بقى التشانل والحاجات دي كلها ما ينفعش اعرفها. يعني التشانل هتقول لي بقى انت عارف، لا التشانل في الحقيقه معظم الوقت زي ما هتشوف احنا لسه ما دخلناش في التشانلز وفين بتاع الاكسس كنترول. التشانلز بتاعتنا فين بتاع هنا في الراديو شايفين بنختار حاجه اسمها ايه؟ اوتو. طب ايه اوتو دي؟ يعني انا ما اعرفش رقم التشانل كام، هو ممكن يبقى رقم زي ممكن يبقى اي واحد. فاذا انا ما اعرفش رقم التشانل، فعشان كده هنبعت البيكون فريم ديت وهو هيرد عليها البروب سوري فريم ديت، هو هيرد عليها ببروب ريسبونس، انا هعمل بروب ريكويست هو يرد عليها ببروب ريسبونس. واضح؟ عشان تستخدم الكمبيوتر لو مش الموبايل ازاي؟ ما تخافش كده، افتح الموبايل عندك الوايرلس الاوبشنز بتاعت الوايرلس، في هتلاقي في اوبشن انك تاد وايرلس نتورك، يعني لو حسب الاندرويد هتلاقي في كونكتيفيتي حسب الاندرويد بتاعك كونكتيفيتي تحت الوايرلس هتلاقي في اوبشن انك تاد، مش من الاوبشن يعني لازم تفتح البين بين اوبشنز بين مش اللي هي السهله اللي موجوده في تحط محتاج تعرف النيم والايه والسكيورتي سيتنجز بتاعتك ايه وبعد كده الباسورد. الثلاث حاجات اهم حاجه في الحاله دي بالظبط، في الحاله دي بتختار الحاجه بتاعتك وايه وتدخل المعلومات بتاعتك اللي بتاعتك. اوكي يبقى اذا دي الطريقه اسمها ايه اكتف، واضح طبعا دي ليه الطريقه دي اسمها باسيف لان هو بيعلن عن نفسه وانت باشا ما لكش دعوه بحاجه، لكن هنا انت اللي اكتفلي بتسيرش عنه، انت بتسيرش عن ايه هذه واضح؟ يبقى كده شفنا مرحله الاكتشاف، واضحه للجميع بقى انت بتكتشف يا اما انت بتعمل نفسها يا اما انت عارفها فانت بتدور عليها. دي مرحله الاكتشاف. نيجي بقى لمرحله ايه؟ الربط. نرجع بقى لهنا السلايد ديت. اوكي؟ وهنا جاب لنا السيتنجز بتاعتنا اللي احنا بنظبطها وده طبعا بتاع اللي هو لينكسس. اوكي؟ لينكسس اكس بوينت وده لينكسس راوتر في الحقيقه يعني. وزي ما بيقول لك من الحاجات اللي بنظبطها اول حاجه النيتورك مود دوت، ده طبعا يعني هنشوف بقى الكلام ده فين باكيت تريسر. اساس محطانا في باكيت تريسر ديفايس لينكسس زي ده كده بالظبط، هو الصوره دي اخر منه في الحقيقه. وهنشوف فيه الاوبشنز اللي موجوده زي دي كده بالظبط عشان خاطر كاننا بنظبط يعني الراوتر حواليه. فهنروح في الديفايسز الوايرلس تلاقي في ده الوايرلس راوتر دبليو ار تي 300 ام ده الشكل بتاعه بهذا الشكل. هتلاقي في جي يو اي ملوش سي ال اي اوتوماتيك كونفجريشن هنا كده بهذا الشكل. وايه ده؟ ده راوتر، فتلاقي السيت اب ده سيت اب للانترنت اصلا، شايفين الانترنت سيت اب ومش عارف ايه، لا انا عايز ايه؟ الوايرلس. فهو حاجه باي ديفولت المود بتاعه حاجه اسمها ايه؟ ميكست. اللي تحتيه ايه؟ بي جي ميكست، جي اونلي، بي اونلي، ان اونلي، ديسيبل. طب يلا ديسيبل، مفيش واي فاي. الاكسس بوينت اصلا كده مش شغال. لكن ايه الاوبشنز الثانيه؟ ان بس، بي بس، جي بس، بي وجي بس. هنا اكيد مش كاتبها بس قصده ايه؟ كله بقى بي وجي وان اللي انا بسبورت كله، وده الديفولت يعني الاكسس بوينت بتاع الديفولت بتاعها ان هي الماكس. لا انا الشبكه بتاعتي عايزها محترمه خليها ان اون، حط قطار ان اون يبقى اوتو سيف سيتنجز خلاص بقت ان اون. تمام؟ بس ديفايس اللي فاهم. تاني حاجه النتورك نيم اللي هو بينكم سين الاس اس اي دي تمام تسميها مثلا سي سي ان اي ده اسم الشبكه. بعد كده الريديو باند اوتو للشانل اوتو الستاندر شانل دي المفروض برضه تبقى اوتو، هو ده بس جهاز قديم قوي يعني برضه لو جبت تي بي لينك او اللي عندك في البيت هتلاقي اوتو ما تختارش رقم من دول، بس احنا هنتكلم بارقام بيبقى اوتو مالكش دعوه الحاجات دي كلها. فاضل دي بس اللي هو ايه الاوبشن ده كله اوتو يعني افترض يبقى ليه ايه؟ اس اس اي دي برودكاست انيبل ولا ايه؟ ولا ديسيبل. انيبل يبقى هيبدا يذيع نفسه عادي جدا الراجل ويقول سيف سيتنجز، يبقى كده هيذيع نفسه ان هو اسمه سي سي ان اي تمام وشغال ان اون. طبعا لو جبت انا في الحقيقه ديفايس زي لابتوب مثلا اوكي ونشوف الوايرلس فيه متوصل، لا اوكي مش متوايرلس فيه كابتن نتورك وايرلس، طيب هو لابتوب يعني اساسه ايه؟ يعني هنا بتطفيه اوكي وهنشيل الايثرنت ادابتر فين دوت ونحط فين اوكي ده ادابتر الواي فاي يعني وين ده السوفت وير بتاع الواي فاي بتاع الاكسس. طبعا في حاجه عمليه تقول ايه السوفت وير ده؟ ما كلنا بنفتح بالويندوز ما انا عارف وده الافضل ما تفتحش السوفت وير ده حتى لو عندك، بس كل شركه ليها السوفت وير بتاعها. ده السوفت وير بتاع مين؟ بتاع الاكسس. وبيقول لك اهو طب اعمل ايه؟ كونكت نقول ريفريش ريفريش اهي بالظبط شايفين سي سي ان اي شغال 95% اقول له كونكت دكتور از اكتف تمام وكده بقت ايه؟ كونكت سيجنال سترينجز ونيم كواليتي ايه سكسسفول كونكتد تو داكسون. تقول ايه مفيش سكيورتي؟ ما ظبطتش سكيورتي ولا ظبطت عايز سكيورتي انت كده خلصت الثلاث مراحل الديسكفرد والسكيورتي اللي هي الاثنتيكيشن وكمان الاسوشيشن ارتبطت باليو بالعكس زي ما قلنا احنا لسه بنشوفهم ايه مرحله مرحله كده. فاذا اوبشنز هايفه جدا عشان خاطر نظبط الايه اللي
هي الوايرلس اوبشن. الثانيه بقى زي ما لسه مسمى لما نشرحها مش عارف هو جايبها لنا ليه، اللي هي الوايرلس سكيورتي. لسه ايه هنشوف الاوبشنز بتاعتها ونختار ايه الوايرلس سكيورتي اللي احنا عايزينها. حاليا هي باي ديفولت هوب. دي احنا كنا شفناها خلاص اللي هو الديسكفري. نتكلم بقى مرحله الايه الاوثنتيكيشن اللي هي السكيورتي. عندنا تو تايبس اوف ايه اوف اوثنتيكيشن، يا نون اوثنتيكيشن او اوبن اوثنتيكيشن بنسميه، او اوبن او نون اللي هو مفتوحه اللي هي ما فيهاش اي باسوردات، يا اما شيرد كي. شيرد كي ده اللي هو المفتاح اللي هي ايه الباسورد، صح؟ طيب الاوبن اوثنتيكيشن ديت اول حاجه دي اكسس بوينت مفتوحه زي اللي انا عملتها هنا كده في عالم سيسكو، شايفين الكونكشن يعني بالروت هنا كده الراجل ده توصل على شبكه. طبعا دي مش مفضله خالص في الحياه العمليه، اوكي؟ مش مفضله تماما في الحياه العمليه. ليه؟ عشان خاطر الشبكه ديت مفتوحه، تقول مثلا تلاقي شبكه مفتوحه تفتح تقول ايه انترنت ببلاش، تمام؟ تخش مثلا على الشبكه ديت واي فاي، ممكن تكون نت ببلاش، بس في المقابل كل الداتا اللي حضرتك بتبعتها على الشبكه دي اي حد ممكن يقراها ويعملها كابشن، اي حد، لانها مش مشفره. الداتا بتاعتنا يا جماعه لسه كنت بشرح لكم شويه ان انا لما ببعت داتا الاكس بوينت في النص هنا قلت لكم مش بتوصل لكم كلكم، صح؟ اذا هتقول لي انا برضه قلت لكم انتم مش هتقروها، لا انا هنزل سوفت وير عبيط كده اخليك تقراها زي اللي قلنا عليه بتاع وير شارك. يبقى اذا انا هبعت داتا والجهاز مثلا بتاع محمد هيكابشر الداتا دي كلها، حلو يقدر يشوف الداتا بتاعته كلها كلها، تمام؟ كل حاجه فيها. طبعا احنا مش عايزين كده، فعشان مش عايزين كده بنشغل السكيورتي. الناس فاكره السكيورتي بتاعت الواي فاي هو ان انا كونكت واكتب باسورد، هي دي السكيورتي، ان محدش يخش عشان ما يسرقش النت. يا عم لا خليه يسرق النت، مش هي دي المشكله. الاهم جزء السكيورتي بتاعنا ان احنا شغالين كلنا اوبن ميديا، وبالتالي لو انا قاعد في الشركه احنا قاعدين هنا كده وحد قاعد في الكافيه تحت زي ما انتم عارفين وداخل معانا على نفس شبكه الواي فاي، تمام؟ او يعني مش قصدي داخل هو يعني داخل في النطاق بتاعنا، يعني يقدر يربط الشبكه بتاعتنا وهو قاعد تحت على الكافيه، يقدر يشغل السوفت وير اللي بقول لكم عليه دوت ويشغل جهاز ويكابشر كل حاجه. لو انا عامل هنا الشبكه بتاعتي اوبن ده هيخلي اي حد يقدر يكابشر داتا ويشوف كل حاجه. فحتى لو انت شغال في مكان عايز يدي فري انترنت زي الكافيه اللي تحت، مش الكافيه اللي تحت لو تقعد عليها تقدر تخش على الطريقه بتاعتهم ببلاش، ده جزء من الباكج القعده يعني، اوكي؟ بس مش بتاعي ده اوبن، الناس الحمد لله يعني فاهمت شويه. معظم الناس دلوقتي تلاقي يقول لك لا انا عاملها باسورد. اوكي؟ عمره ما هتلاقيها عاملها اوبن ابدا، ممكن تبقى مفتوح. هيبقى لها باسورد. مش المشكله هنا في الباسورد، باسورد كل الناس عارفاها والناس كلها بتخش بيها عادي. لكن الفكره ان هو السكيورتي الجزء الثاني من السكيورتي زي ما هو الانكربشن زي ما هنشوف اللي هو بقى في النوع الثاني اللي هو بيقول عليه هنا اللي هو مش اوبن اوثنتيكيشن اللي هو شيرد كي اي اوثنتيكيشن. طيب سواء دوت او دوت دي مسج اللي بتتم، انا ببعت اوثنتيكيشن فريم وهو بيرد عليا اوثنتيكيشن فريم. انا بقول له التايب اذا كان اوبن ولا شيرد والمفتاح لو كان شيرد وهو بيقول لي التايب والكي وسكسسفول او ايه او انسكسسفول. يبقى اذا ده لو انت كتبت باسورد غلط مش هيدخلك، اوكي؟ لكن غالبا طبعا كتبت باسورد صح كل حاجه تمام سكسسفول وكده انت حددت مرحله الايه؟ الاوثنتيكيشن. لسه ما دخلتش المرحله الثالثه زي ما قلنا هي الربط او اللي هي الاسوسيشن. ادي اخر مرحله اللي هي الاسوسيشن اللي هي بنربط فيها بعض، ايه بنربط فيها بعض ديت؟ دلوقتي انا ببعت الماك ادرس بتاعي يقوم جاي ده مسجل عنده الماك ادرس بتاعي زي السويتش كده، شوفي السويتش عنده ماك ادرس تيبل ده برضه عنده ماك حاجه زي الماك ادرس تيبل. طيب ما عندوش فتحات، لا عنده رقم بيدي رقم لكل جهاز عنده اسمه الاي اي دي او الاسوسيشن ايدنتيفاير. وهو كمان بيبعت لي الماك ادرس بتاعي. انا ببعت له الماك ادرس بتاعي والاكسس بوينت هي كمان لها ماك ادرس اعرفه. هتقول ايه الفايده بالنسبه لك انت تبعت الماك ادرس بتاعي الاكسس بوينت؟ هتشوف يعني السؤال اللي كان اتسال من شويه اللي هو طب افرض انا ماشي وفكيت من الاكسس بوينت ديت وانا ماشي في مكان كبير وبغطي طالع من الدور الاول للدور الثاني، انا كده بقيت بدل الاكسس بوينت على الدور الاول هتصل الاكسس بوينت على الدور الثاني، ايه اللي بيحصل في الخلفيه؟ تمام؟ هنتكلم عن النقطة ديت ونشوفها. حاجة اسمها رومنج أو التجوال، مش التجوال اللي هو بتاع محمول لما تسافر بره، لا التجوال بتاع الوايرلس اللي هو رومنج، وهنشوف ساعتها ازاي ده مهم جدا اللي هو الماك ادرس، إن لازم أبقى عارف الأكسس بوينت اللي أنا متوصل بيها وبعرفها من الماك ادرس. أوكي؟ فهنوقف هنا كده ناخد البريك بتاعتنا ولما نرجع لسه عندنا كلام في الأوثنتيكيشن و